أبنائي أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم. نتوكل على الله نبتدئ النهاردة الـ CNS Sensory Lecture 4. فالـ CNS Sensory Lecture 4 وكعادتنا بإذن الله زي ما اتفقنا كما نفعل ها هنا في نورث أمريكا بنبتدي بالامتحان المالتيبل تشويس حتى أنا يعني بإذن الله بقول ان احنا بدل ما اقول الاجابات بس احنا هنناقش الامتحان ما فيش مانع ناخد خمس دقايق ونناقش الصح والغلط. فهنا قال لنا one answer is correct regarding after discharge it's explained by post tetanic potentiation اللي هي synaptic potentiation صح parallel circuits صح reverberating أو closed chain circuits صح يبقى الإجابة الصحيحة all of the above D for daddy. السؤال الثاني يا شباب properties of generator potential اللي هو receptor potential do not include يعني هنا تختار الخطأ هل هي local state of partial depolarization صح هل هي can be graded طبعا لانها does not obey all or none law all or none قلنا الاكشن بوتنشال بحرف الايه هو اللي معاه all or none وهو اللي معاه absolute effective period كلها بحرف الايه وهو اللي عنده all sodium channels تفتح كنا قلنا قاعدة التريبل ايه قلنا الكهرباء في الجسم نوعان مش 100 نوع يا اكشن بوتنشال يا مش اكشن بوتنشال الاكشن بوتنشال بحرف الايه ينطبق عليه التلاتة ايه all or none يبقى cannot be graded absolute effective period يبقى cannot be submitted all sodium channels تفتح عن firing level اي كهرباء تانية بقى synaptic potential receptor potential local state electrotonus يبقى العكس مفيش all or none يبقى graded مفيش absolute يبقى submitted فهنا كان be graded صح وبعدين it's longer in duration than action potential طبعا عشان كده بدي repeated action potentials أو volley of impulses أو train of impulses هل accompanied by absolute effective period غلط اللي معاه absolute effective period هو action potential ومعاه all or none عشان تنساوش يبقى دي الإجابة اللي تختارها D for daddy the most rapidly adapting receptors are قلت هنا ما تقراش السؤال passenium corpuscles لازم الستيمولس يبقى يتغير 500 مرة زي الفايبريشن لما تحط شوكرة انها بتفايبريت 500 مرة في الثانية اقل من كده هاي ادابت يبقى A like alpha السؤال الرابع if sound intensity is increased 10,000 مرة يبقى ده حاجة بقى of high intensity يبقى نطبق الفيبر فيشنر يبقى الفريكونسي of action potential هتبقى directly proportional to افتح ودنك log intensity of the stimulus لوغاريتم 10,000 to the base 10 يعني 10 تقدر تروحها كم مره عشان تبقى 10,000 اربع مرات اللي قلت لك بطريقه سهله اي سؤال من هذا النوع عد عدد الاصفار في الرقم هنا في اربع اصفار يبقى الاكشن بوتنشال هيزيد اربع مرات بس يبقى الاجابه الصحيحه ايه اللي هي اربعه وسمينا ده اللي ما بيهتمش بيها كثير من الزملاء compression function receptors ان الريسبتور ممكن يكمبرس الزيادة الرهيبة في شدة المؤثر في الانتنسيتي ستيمولس لزيادة مقبولة في عدد الاكشن بوتنشلز يمكن تمريرها في النيرف فايبرز لان ما اقدرش امرر اي عدد من الاكشن بوتنشلز وفاهمين ليه بسبب الابسولوت ريفراكتوري بيرو لان الاكشن بوتنشل بيتبع الابسولوت لازم تستنى 2 ملي سكند قبل ما تدي السكند اكشن بوتنشل regarding sensory code all are correct except يعني اختار الخطأ هل المودالتي is explained by specificity صحيح هل الفيبر فيشنر principle is limited to the low intensity لا ده عكس السؤال اللي فوقيه high intensity بدي الإجابة الخطأ B for baby locality is explained by projection صح لما بنزود الستيمولس intensity ده هيزود number of activated receptors برضو إجابة صحيحة يبقى الإجابات على الآتي السؤال الأول والثاني D for daddy الثالث والرابع A for alpha الأخير B
فور بيبي. يبقى كده شباب مش بس هندي امتحان ونحله، ده بالعكس هنناقشه مع بعض. وبقول اتمنى، بس هقعد اقولها كل مره، ان الامتحان جزء اصيل، الامتحان هو الجزء الاهم في المحاضره، لان احنا هنحاسبك على تحصيلك مش على انت يعني على سمعت قد ايه. فبليز شاركوا فيه من فضلكم. طيب النهارده هنتوقع نبتدئ ناخد ال سوماتيك سنسيشنز. فاحنا بالنسبه للسوماتيك سنسيشنز الاول ناخد في عجاله كده اللي هو السنسيشنز. السنسيشنز عندنا ثلاث انواع، يبقى رقم ثلاثة هنا رقم مهم ولطيف وعاوزك تركز فيه. الاحساسات ثلاث انواع، فعندنا اورجانيك سنسز اللي هو الاحساسات العضوية اللي بتشمل الجوع والعطش والجنس هانجر ثيرست اند سكس، ثم سبيشال سنسز عارفينها الاربعة فيجن هيرينج سميل اند تيست، ثم سوماتيك سنسز. يبقى السوماتيك سنسز يعني احساسات الجسم، سوما يعني بادي، يبقى دول ثلاثة، ودي بتشمل ثلاث حاجات: بين الالم، تمبرتشر البرودة او السخونة، والميكانوسيبتيف سنسيشن. دي صعبة شوية. ميكانوسيبتيف سنسيشنز يعني احساسات produced by من اسمها a mechanical stimulus. هذا الميكانيكال ستيمولس قد يكون تاكتايل لمسه، وقد يكون حركه. لو هو حركه هنسميه بروبريسبشن، وكل ينقسم الى ثلاث، يعني اللمسه تدي ثلاثه والبروبريسبشن ثلاثه. يبقى خدت بالك هنا الرول اوف ثلاثه، السنسيشنز ثلاثه، اورجانيك وسبيشال سنسز، واحساسات الجسم سوماتيك. السوماتيك ثلاثه، يا بين يا تمبرتشر يا ميكانوسيبتيف. طب الميكانوسيبتيف يعني احساس بميكانيكال ستيمولس، قد يكون لمسه هتدي حاجه من ثلاثه، وقد يكون حركه هتدي حاجه من ثلاثه. وتعال نشوف مع بعض دلوقتي. لو انا في التاكتايل لمسه خفيفه هنسميها لايت تاتش، طب لمسه قويه هنسميها ديب تاتش او بريشر، متكرره يبقى فايبريشن. يبقى اللمسه هتديك حاجه من ثلاثه: light touch اللي هو touch، deep touch or vibration. طب والحركة هتدي حاجة من ثلاثة: صباعي فوق صباعي تحت. يبقى ده وانت مغمض عينيك لازم تبقى، ومش انت اللي تختبر روحك، حد تاني يختبرك، يعني شخص اخر يختبر، يقول لي فين صباعك اقول له فوق، فين صباعك تحت، فين تحت، ده اسمه sense position. صباعك ثابت ولا بيتحرك؟ ثابت، والوقتي ثابت، والوقتي بيتحرك، ده sense of movements. طيب أني حركة أسرع، الحركة الأولى ولا الثانية؟ الثانية، ده اسمه sense of rate of movements. يبقى دي تقسيمة الإحساسات يا شباب، دي اللي هنمشي عليها. قبل ما نقول تقسيمة الإحساسات، فإحنا عاوزين نعرف الباثويز بتاعت الإحساسات. وهنا يمكن نص المحاضرة دي هشرح فيها أناتومي، يعني هأحشر نفسي في زمرة التشريحيين كما فعلت في محاضرة الاندوكراين بتاعت الميكانيزم اوف اكشن اوف هرمونز، كنت بشرح بايوكيمستري. بس زي ما بقول، حتى شرحت بايوكيمستري كما في محاضرة الاندوكراين، شرحت اناتومي كما في محاضرة اليوم، هشرحها بطريقة مختلفة، عمري ما هقولها بالطريقة التقليدية، يعني اناتومي بايو هقولها بطريقتي اللي هي تعتمد عليها على شيء واحد، ان هما الناس بتشرح المعلومات، انا لا بشرح حاجه تانية خالص، انه وراء الخلق خلق. عشان كده بيطلع شرح الكيمياء وشرح التشريح مختلف، وهتشوف النهارده هنشوف ازاي انا هشرح اناتومي عادي، نيورو اناتومي، بس بطريقه مختلفه. طيب تعال نشوف احنا نقول الباثويز يا شباب. دلوقتي بنقول انه في رولز حطيتها ربنا سبحان الله. ان ربنا قسم السوماتيك سنسيشنز اللي هناخد الباثوي بتاعها، وده جزء اصيل في السنسيشنز. السوماتيك سنسيشنز دي
الوضع كالآتي، بس هنظبط الصورة الأول. ربنا قسمها إلى الرولز، نقرأ أول رول إنه عندنا 3 جروبس. ليه 3 جروبس؟ ليه ربنا حاطط الإحساسات في 3 جروبس؟ سبحان الله. Corresponding to the 3 columns of the spinal cord. أنا في السبينال كورد عندي posterior column, lateral column and ventral or anterior column. فربنا قسم الإحساسات لثلاث مجموعات حسب الثلاثة كولومز. عملا بالمثل اللي كلنا بنقوله، don't put all your money in one pocket. ما تحطش كل فلوسك في جيب واحد، لانه لو خلى كل احساسات في كولم واحد والكولم ده اتقطع ضاعت كل السوماتيك سنسيشنز. فدي نقطة جميلة ان ربنا موزعهم على الثلاثة، يبقى عشان ما يبقوش كلهم في حتة واحدة. يبقى اول حاجة ان هم محطوطين في 3 groups corresponding to the 3 columns. انما حقيقة الامر يا اولاد ان هم اكشوالي الاحساسات عند ربنا، وان اقتدت الظروف ان يتحطوا في 3 groups، لكن هما في الاصل مجموعتين بس، fine sensations محطوطة في الدورسال كولم، وcrude sensations محطوطة في اللاترال والفنترال كولمز. يعني الاحساسات عند ربنا يا fine يا crude، وهتشوف المعاملة. الفاين بنسميها دورسال كولم جروب، او يسموها epicritic. كلمة epicritic، epicritic في لما ندور يعني في معنى الكلمة بتاعت epi معناها ايه يا اولاد؟ معناها حاجة فوق، هاي، مش بنقول epithelium خلايا علوية. وcritic في اللاتيني معناها to judge، يعني حاجة عاوزة درجة عالية عشان to judge فين النقطة بالظبط اللي مساك locality تعرفها بالظبط and so on. فepicritic sensation معناها fine sensation، واصل الكلمة إبي يعني علوي، يعني حاجة المستوى بتاعها عالي، حاجة راقية الجادج فيها، الحاجة راقية إبيكريتيك سينسيشن. وكلهم هنلاحظ انهم يونيميداليتي، يعني كلهم نوع واحد من الاحساسات، كلهم ميكانوسيبتف. انما المجموعة التانية اللي هي بتحتل اللاترال كولم وبتحتل الفنترال كولم بيسموها سباينوثالاميك تراك سينسيشن، يسموها بروتوباثيك اللي هي الكروت سينسيشن، الاحساسات الاقل. بروتو يعني حاجة بدائية قبل، وباثيك يعني من كلمة باثولوجي يعني سافرنج، حاجة يعني تعرف الإحساسات البدائية اللي بنسافر فيها، البين، التمبريتشر، الحاجات زي كده اللي هي كروت سنسيشنز. يبقى تاني، يبقى الرول الأولانية ان ربنا الإحساسات عنده مجموعتين، اوكي، يا إحساسات ببساطة، سيبك من الكلمات الصعبة، يا فاين يا كروت. دي أول رول ربنا عنده الإحساس، يا إحساس راقي فاين، يا إحساس كرود. دي هتفيدنا جدا في فهم الاناتومي. اقتدت مقتضيات المرحله انه احنا في السباينال كورد برغم ان هما مجموعتين كان لازم نقسمهم الى ثلاثه جروبس. الفاين سنسيشن احتلت الدورسال كولم، بينما الكرود سنسيشنز احتلت اللاترال والفنترال. مكان الاحتلال نفسه ماده للتامل عبد الله. انت ما يبقى عندك حاجه قيمه تحطها في المكان الأأمن ولا الأقل أمانا؟ فكر معي، وراء الخلق خالق، حاجة فاين قيمة تحطها في أأمن كولم. من هو أأمن كولم؟ اللي هو الدورسال كولم. الحقيقة برضو في تأمل خاص بالعبد الله، هو أأمن الكولمز لسببين مش لسبب واحد، طبعا بوستيرو، ومش بس بوستيرو، لو عندك قوة ملاحظة وناحية الميدل لاين. بينما الإحساسات الكرود اللي هي أقل في الجودة حطناها بقى في المكان الأقل أمانة، اللي هو مين؟ فنترال قدام ولاترال. وحتى لما أوريها لك على جسمي هتفهم أنا عاوز أقولي بالظبط. بصيري من فضلك، الإنسان بيواجه المصاعب والحياة، والجندي في المعركة بيواجه المعركة بصدره، يعني أول حاجة هتصاب هي الأنتيرو. فربنا خلى الحاجات القيمة الفاين موجودة بوستيرو في الدورسال كولم، وقلت مش قيمتها بس انها في الدورسال، ده الدورسال كولم ده لازق في الميدل لاين. بينما الاحساسات الكرود موجودة في الفنترال كولم، اول حاجة ممكن تعور، او اللاترال وبرضو البرة، يعني الفنترال واللاترال اللي هو عرضة للإصابة اكتر، دول حاجات اللي هي الكرود سنسيشنز. بينما الفاين ربنا حطها مستخبية ورا، انا بواجه المعركة بصدري
اخر حاجه هتتعور هي البوستيرور. البوستيرور كمان ميديال في تامل اعمق لعبد الله، يعني هو محمي بطريقتين، انه بوستيرور وانه لازق في الميديال لاين، بينما الكرود موجودين في الفنترال واللاترال كولم. هل دي مصادفه؟ لا، ده تعني شيء واحد عند العبد الله. بقول لو شرحت اناتومي كنت هبقى مختلف، انه وراء الخلق خالق. نكمل. طيب الطيور على اشكالها تقع، تعال نشوف مين الاحساسات اللي موجوده في الدورسال كولم، تبقى عارفها. هقولها لك تاني، قلناهم قبل كده، كلهم ميكانوسيبتيف يعني نوع واحد، بسميهم بشوات وسوبر بشوات، كلهم من درجه واحده، مش 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 يعني سمك لبن تمر هندي، لا كلهم ميكانوسيبتيف. وقلنا الميكانوسيبتيف ده حاجه من اتنين، يا اما تاتش، والتاتش ده فاكر هي عندنا ثلاث انواع، انما هنا هم واخدين المجموعه الحاجه فاين تاتش، لو قوتها يبقى فاين بريشر، لو كررتها يبقى فايبريشن، كل دول فاين، يبقى ثلاثة لحد دلوقتي، فاين تاتش، فاين بريشر، اند فايبريشن، ومعاهم الميكانوسيبتيف، البروبريسبشن اللي هم اولاد العمومة اللي هم ميكانوسيبتيف زيها، يبقى كلهم من نفس المجموعة، ميكانوسيبتيف سنسيشن. خدنا انضف ما في التايل، التاكتايل، فاين تاتش، فاين بريشر، فايبريشن، ومعاهم البروبريسبشن اللي هم احساسات البوزيشن والموفمنتس والريت اوف موفمنتس. بص الكلام اللي بقوله ده مش بس مهم في الفسيولوجي، لا يمكن هتفهم نيورولوجي علم الاعصاب الا لو المحاضره دي سمعتها مرارا وتكرارا، حتى اذا كان في ناس بوست جراد بيسمعوني ولهم علاقه سواء انترنال ميدسن بطنه عامه او سي ان اس يسمعوني كويس قوي. ده من اهم المعلومات في الطب قيمه. يبقى مين الحاجات اللي محطوطه في الدورسال كولم؟ تبقى حافظهم صم رباعيه، دي كلهم نوع واحد، كلهم ميكانوسيبتيف يوني موداليتي، سؤال ام اس كيو، كلهم فاين يعني ابيكريتيك في الدورسال كولم، اللي هم تبقى حافظهم نقولهم مع بعض، فاين تاتش تقويها يبقى فاين بريشر، تكررها يبقى فايبريشن، ومعاهم ابناء العمومه بروبريسبشن اللي هم زيهم. ايه قيمه الكلام ده؟ لما اقول لك مرض اصاب الدورسال كولم، في امراض بتصيب الدورسال كولم، يبقى عرفت انت فقدت انهي مجموعه؟ اغلى ما تمتلك الفاين. بينما شوف بقى مين نقيض البوستيرو كولم اللي هو الفنترال كولم، اكتر حاجه معرضه للدمج، حط فيها العكس تماما. هنا فاين تاتش وفاين بريشر، يبقى هنا كروت تاتش وكروت بريشر. عكس تماما، كرود كرود مش فاين، ومعاهم حاجات زيهم تيكلينج يعني اكلان، وايتشينج هرش، حاجات متعلقه بالانسنس. انت يعني ايه تيكلينج؟ يعني ريبيت التاتش سنسيشن، انت اما الحشره بتمشي برجليها على جسمك بتستيميليت التاتش ريسبتور ورا بعض، حاجه كرود يسموها تيكلينج، ريبيت التاتش سنسيشن بتحصل مع الانسك، والانسك لما بيقرصك بيديك ايتشينج. فبقول الغوغائيه بقى، يبقى ارقى حاجه حطها ربنا ورا في البوستيرور كولم وقريبه للميدل لاين، هنشوفها دي، يعني هي محميه بشيئين، انها في البوستيرور كولم وقريب من الميدل لاين. الغوغائيه العكس، ربنا رماهم قدام في الفنترال كولم، كروت تاتش كروت بريشر رباعيه اخرى، وبعدين تيكلينج واتشينج بتوع الحشرات. فاضل اللاترال كولم، وهو بالنسبه لنا كاطباء اهم كولم. ده خد مين بقى؟ خد البين والتمبرتشر. يعني انت لو باظ اللاترال كولم يضيع البين والتمبرتشر. اديك ده في تطبيقات رهيبه هجيبها لك سؤال. احنا ممكن لو واحد عنده انتراكتبل بين، بين غير محتمل، هينتحر، هيكوميت سوسايد بسبب البين، ولا يصلح فيه ميديسن، مش نافع فيه الادويه، هل ممكن نعالجه جراحيا نلغي البين؟ اه. يبقى فكر انت من السؤال ده، تقطع انهي كولم؟ لاترال كولم. طب احنا قلنا الطيور على اشكالها تقع، هو ايه علاقه البين بالتمبرتشر؟ حتى دي العبد لله تامل فيها، ليه ربنا حط يعني مفهومه فاين تاتش هتقويه يبقى بريشر، هتكرره يبقى فايبريشن، ومعاهم ابناء العمومه بروبريسبشن ميكانوسيبتيف، مجموعه متجانسه ده كلهم يوني موداليتي، قدام كروت تاتش تقويه يبقى كروت بريشر، تكرره يبقى حشره ماشيه تيكلينج والحشره بتعمل اتشي، مجموعه متكامله.
اللاترال بين وتمبرتشر. هتقول لي ايه علاقه البين بالتمبرتشر؟ لا في علاقه. تصور قعدت افكر فيها لقيت في علاقه، ان الحراره هي الامتداد، البين هو الامتداد الطبيعي للحراره من الجهتين. عارف الثريشولد اوف بين كام؟ ده من اشهر الاسئله في الام اس كيو، 45. يعني لو حطيت ايدك في ميه وارتفعت درجه الحراره ميه ل 45 تحس بين، يسموه الثريشولد اوف بين. طب ولو نزلت درجه حراره الميه الى 5 مئويه ساقعه جدا تحس بين. اذا الامتداد الطبيعي للحراره من الجهتين هو البين. التمبرتشر فوق 45 بين، عند 5 مئويه بين، اذا ليكن البين مع التمبرتشر. يبقى تامل عميق يا شباب، ومش هعيده بعيده انت مره اخرى، بس هقول الفكره تاني. الفكره ان احنا ربنا حط الاحساسات في 3 كولمز، والتوزيع ماده للتامل انه راى الخلق خالق الفاين. ما انا قلت لك لما قعدت اتامل في الفسيولوجي يا شباب، ما يعني ما كان نفسي اوفر ديكيدز، عشرات السنين، اشوف حاجه نفسي تبقى بصوره افضل، ما لقيتش، لانها مش في الصوره المثاليه. الصوره المثاليه هناك من هو امثل، هي في الصوره الكامله والكمال لله وحده. تصور في ديكيدز ما لقيتش حاجه واحده، يبقى ده يدل على ان ايه؟ على ان الخالق قوة عاقلة كاملة نسميها الله. فلما تقعد تبص، يعني انا بقول بستعجب انه ان ان ان, إن هناك يعني يوجد ملحدون في العالم. ده هم لو نظروا في انفسهم، يعني دعوة في كل الاديان، في الإسلام، في المسيحية، انظروا في الإسلام وفي أنفسكم أفلا تبصرون. يعني فيلم دينين، يعني انظر بص هتشوف القوة في المسيحية، في الإسلام، الاثنين نفس الكلمة، انظر شيء رائع. فنظرت كل ده ليه شرحي مختلف؟ سمبلي إن أنا أطعت الأمر الإلهي وتبصرت ونظرت فشفت الحقائق الرائعة دي. الله، ده الابيكريتيك الفاين سنسيشن ربنا حطها في المكان الامن. طيب بينما الكروت سنسيشن دي كلها مجموعه واحده حطها في المكان الاقل امانا، في الفنترال او اللاترال كولر. لقيت حاجه تانية جميله، ان الطيور على اشكالها تقع، ربنا بيحط مجموعات متجانسه. هنا فاين تاتش تكررها يبقى بريشر، سوري تقويها يبقى بريشر، تكررها يبقى فايبريشن، ومعاهم ابناء العمومه بروبريسبشن، يبقى كلهم يوني ميدالتي. سؤال ام اس كيو. بينما الكرود الناحيه الثانيه بقى في اقل امانا هو الفنترال كولم، اسوأ الاحساسات كرود تاتش كرود بريشر، تعيدها يبقى حشره تيكلينج واتشينج. يبقى مين بقى اللاترال فاضل من نصيب مين؟ البين والتمبرتشر. حتى قعدت اتفكر يا رب ليه حطيت التمبرتشر مع البين؟ حتى دي لقيت لها اجابه، ان البين هو الامتداد الطبيعي للتمبرتشر من الجهتين، عند 45 ثريشولد اوف بين، تحت 5 في بين كولد بين. يبقى لو خدت المجموعه دي بقى اللاترال والفنترال كولم هتلاقيهم مش متجانسين، بين مع تمبرتشر مع ميكانوسيبتيف. عشان كده قالوا سؤال مهم جدا، بولي موداليتي. دي كانت القاعده الاولى وواحد من اهم القواعد في الطب، تبقى حافظها صم ليه افهم، عشان لما يقول لك مرض هيصيب الدورسال كولم خلاص ما تقراش عارف ايه اللي اصاب، الفنترال كولم ايه اللي ضاع، اللاترال كولم ايه اللي ضاع، تقعد تعيد في هذه الصفحة مرارا وتكرارا لحد ما تستوعبها. تاني بقى رول والأخيرة، إن أي إحساس عشان تشيله من الريسبتور بره وتوديه للكورتكس لازم تمر بثري أوردر نيرونز. ما قالش ثري نيرونز، ثري أوردر نيرونز، ثلاثة نيرونز بنظام بترتيب معين. الله، منظم الكون، مش اي تاتا نيرون، تلاتة وبترتيب معين. شوف بقى الرول دي جميلة قوي 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 قوي. اتفقت كل الاحساسات في الفيرست اوردر نيرون. اول واحد لازم يبقى بره السنترال نيرفس سيستم، باي كوليكشن نيرونز اوتسايد ذا سنترال بنسميها جانجلون، يبقى الدورسال روت جانجلون. يبقى الفيرست اوردر نيرون في اي احساس من المجموعه الكبيره اللي فوق دي دورسال روت جانجلون.
طب الثيرد اوردر نيورون متفق في كل الاحساسات في الثالاموس. وش معنى الثالاموس؟ عندي تامل ان قبل ربنا ما يعمل السنسي كورتكس او الكورتكس عموما في الهاير انيمالز اللي هو زي حالتنا الهيومن بينجز والثدييات، طب مين في اللور انيمالز كان بيحس؟ انا عرفتها لاجيال من ادنى الكائنات الحيه الطيور والاسماك ما عندهاش سيريبرال كورتكس زي الثدييات. طب بتحس ازاي؟ بالثالاموس، يعني اللي بيقوم مقام السنسي كورتكس هو الثالاموس. طب بتتحرك ازاي؟ بالبيزال جانجليا. قلتها لكم في اول محاضره، الطيور تطير والاسماك تعوم بالبيزال جانجليا وتحس بالثالاموس. يبقى الثالاموس دي في اللور انيمال هي الهاي سنسوري اريا قبل ما يبقى فيه سنسوري كورتكس. فلما ربنا حط لنا سنسوري كورتكس تم تكريم الثالاموس ده بطريقتين. اول تكريم ان كل الاحساسات الكرود، اهي معلومه حلوه قوي، بتنتهي في الثالاموس ما بتطلعش للكورتكس لانها كرود، الفاين بس اللي بيطلع الكورتكس. تاني تكريم انه حتى اللي بيطلع الكورتكس لازم يعدي على الثالاموس، لازم كلهم الثيرد اوردر نيورون بتاعهم يبقى موجود فين؟ في الثالاموس. يبقى لو انا طالب ذكي بقى وجاني اي باث واي من المجموعه الكبيره اللي قصادك دول، العشرة دول، الاربعه بتوع الدورسال كولم والاربعه بتوع الفنترال كولم، ادي 8 والتين والتمش، اي واحد في العشرة انا اخد تلتين النمره على طول. ليه؟ في 3 اوردر نيورونز، هلازم اكتب 2 قاسم مشترك. بحب قوي التجمعات دي، لعبد الله يحبها. فيرست اوردر نيورون في كل الاحساسات، احنا بادئين من الريسبتور بره، يبقى لازم الفيرست اوردر نيورون يبقى بره جانجليون، دورسال جانجليون. ثيرد اوردر نيورون في كل الاحساسات في الثالاموس، لان الثالاموس زمان في الطيور والاسماك قبل الكورتكس كانت هي الهاي سنسوري اريا، فتم تكريمها ان اي سنسيشن لازم يعدي على الثالاموس ثيرد اوردر نيورون. يبقى باللون الاحمر مين اللي بيختلف من احساس لاحساس؟ سكند اوردر نيورون. وحتى السكن شوف مصادفة جميلة قوي، هو اللي بيختلف، يعني a different location or different sites. وبحفظها لكم بطريقة لطيفة جدا، انه في حالة الابيك كريتيك سنسيشن، افتكرها الاحساسات الفاين اللي هي عالية المقام، السكند اوردر نيرون موجود في حتة عالية في المضلة، انما في الكروت سنسيشنز الاحساسات اللي هي غير دقيقة، السكند اوردر نيورون احساسات خلينا نقولها يعني وضيعة بالنسبة للمستوى بالنسبة للفاين، فربنا حط السكند اوردر نيورون بتاعها تحت في السباينال كورد. يبقى قاعدة، يبقى عرفت السكند اوردر نيورون للناس المحترمة للفاين سنسيشن ابيكريتيك، الناس اللي فوق فوق في المظلة، اما الكروت سنسيشن موجودة في السكند اوردر نيورون بتاعها في السباينال كورد تحت. وهتسألني ليه؟ يعني هل هي بس عشان اللي عالي عالي والواطي واطي؟ لا، هو يعني أنهي إصابته أكثر شيوعا؟ السبان كورد. في ناس كتير عندها كومبليت تي اس في السبان كورد، السبان كورد بيبوظ كتير جدا، إنما المظلة صعب تبوظ، وإذا باظت مش مستحيل تموت لأن فيها فيتال سنترز. فالسكند أوردر نيورون محطوط في المظلة، حتة مهمة جدا ومحمية بالسكال، مش فاين سنسيشن. السكند اوردر نيورون في الفاين عمرك ما هتنساها. الناس العالي عالي، بس مش بمنطق العالي عالي ان السكند اوردر نيورون بتاع الفاين سنسيشن عالي، انه في حته امنه في المظله مع الفايتال سنترز، انما السكند اوردر نيورون بتاع الكروت سنسيشن في السباينال كورد. طيب تاني كاركتر للسكند اوردر نيورون، حتى وصفه جميله، السكند في تو كاركترز، انه مكانه مختلف، العالي عالي الابيكريتيك فوق والكروت تحت في السبان كورد، وانه مش احنا عارفين الاحساب من الناحيه اليمنى تروح للكورتكس الشمال والاحساب من الناحيه الشمال تروح الكورتكس اليمين، الكروسنج مين اللي بيكروس؟ الاكسون بتاع السكند اوردر نيورون. الهنا اله منظم الكون، كل حاجه بنظام، جميع الاحساسات مين ينقلها من الناحيه اليمين للشمال او الشمال اليمين؟ الاكسون بتاع السكند اوردر نيورون هو ده اللي بيعمل كروسنج. يبقى لو انا
مش مذاكر وجالي اي واحد في العشر حساب دول ما قلتش ما قريتش، هاخد تلتين نمر على الاقل، هكتب الرول. عشان كده العبد لا بيحب جدا الرولز، الرولز الدنيا ماشيه باحكام. الفيرست اوردر نيرون ثابت في كل الاحساسات، دورسال روت جانجلي. الثيرد اوردر نيرون ثابت في جميع الاحساسات، الثالاموس. قلت لكم ليه ربنا اختار الثالاموس ده؟ كانت هي زمان في الـ في الـ في الـ في اللور انيمالز، في الاطيور والاسماك، هي الهاي سنسوري اريا. فهقولها بمنطق حتى مش هتنسوه، ارحموا عزيزه قوم زل، ده زمان كانت هي مهمه قوي. لما تكون كورتكس اقل اليقين يا اخي عبرها، عدي عليها يا اخي. ثيرد اوردر نيرون. طب مين اهمهم؟ الساكن. وده فيه تو كاركترز بيختلف في موقعه. لو انت راجل محترم ابي ابي يعني عالي، هتبقى عالي في حته امنه في المظله. لو انت راجل كرود اي كلام، هتبقى في الاسبان كور. والكاركتر الاهم ان الاكسون بتاع السكند هو اللي بيعمل لنا كروسنج للتاني، للناحيه الثانيه. ايه العظمه دي؟ يبقى شفنا تو رولز خاصين بالعبد الله، ان ربنا عنده الاحساسات اساسا نوعين، ابيكريتيك اور فاين وكرود اور بروتوباثيك. وفهمتك معنى الكلمه. اقتضت المرحله في السباينال كورد ان احنا نوزعهم على 3 كولمز. Don't put all your money in one pocket. والتوزيع كانت مادة للتأمل للعبد الله. الفاين الإبيكريتيك اتحطوا في أأمن كولم اللي هو دورسال، وهو آمن بطريقتين، مش بس إنه ورا وإنه ناحية ميدل لاين. الكرود اتحطوا في الأقل أمانا، فينترال قدام خالص في المواجهة، والبينو تمبرتشر اللي هو أحسن شوية اتحطوا في اللاترا، لكن برضو مش آمن قوي اللاترا اللي بره. تمام؟ وبعدين قلنا نطوروا على الاشكاليه طاقه. ايه الروعه دي؟ تاخد دورسال كولم وتحفظ 10 دول صم فيها ايه؟ فاين تاتش قويها، يبقى فاين بريشر، شوف كله فاين. كررها يبقى فايبريشن، ومعاهم ابناء العمومه الميكانوسيبتيف زيهم اللي هم البروبيسبشن، يبقى كلهم يوني موداليتي نوع واحد. انما الكرود خد الفنترال كرود تاتش قويها، يبقى كرود بريشر، كررها 10 ماشيه تبقى تيكلينج، والحشره بتدي اتشي. يبقى البين والتمبرتشر، وحتى دول قلت لهم علاقه ببعض، ان البين هو الامتداد الطبيعي للتمبرتشر من الجهتين. دي اول رول تحفظها صم. فاهم ليه؟ فاهم ليه؟ مش هتفهم نيورولوجي الا ما تعرف كل كولم في مين، وبالتالي يقول لك المرض اصاب الكولم دي، خلاص خلص المرض، فاهمين ايه اللي فيه. تاني رول ان الله اله تنظيم منظم الكون، 3 مش 3 نيرونز اوردر بترتيب معين، الاولاني بره لانه جايب الاحساس من الريسبتور اللي بره دورسال روت جانجليون، التالت ارحموا عزيز قوم ذل في الثالاموس، والاختلاف في الثاني. لو انت ابيكريتيك فاين تبقى فوق، الناس العاليه عاليه في المظله في حته امنه. لو انت كروت سنسيشن السكند اوردر نيرون بتاعك في السبانال كور تحت. قواعد والعبد الله، لا احب النظام لان الهنا اله تنظيم نظم الكون، واحب القواعد. تعال بقى في صفحه تاريخيه احتفظ بيها حتى ما تيجي تدرس نيورولوجي او اناتومي، نيورو اناتومي. تعالوا يا شباب نقول الاول الفاين سنسيشنز اهي، ناخد الفاين سنسيشن. اللي هي هتبقى على ايدك اليسار. تدي 3 اوردر نيورونز، الاولاني هو الدورسال روت جانجليون، ده الفيرست اوردر نيورون ثابت فيهم كلهم دورسال روت جانجليون. السيلز بتاعت الدورسال روت جانجليون بتبقى يوني بولر، يعني بيطلع منها برانش واحد بينقسم لاثنين، دندرايت تروح للريسبتور، واكسون يدخل السباينال كورد. كل واحد ماده للتامل. فاين سنسيشن استخدم لها انهي نوع من الفايبرز؟ فاين ابيكريتيك احلى ما عندك. احلى حاجه مين؟ الاي ولا البي ولا السي؟ ما احنا قلنا بنقسمها الاي وبي وسي حسب ال
الفيلوستي السرعه، فنقلها الاي الفا والاي بيتا. بستعجب لزملاء كثيرين بيشرحوا فيقعد مع كل احساس يقول له نوع الفايبر، والطالب في الاخر يدخلوا ببعض. هو لو حط القواعد اللي حطها لعبد الله، لو الزملاء سمعوني عمرهم ما يلخبطوا في اي حاجه. انما لما تقعد تمسك احساس احساس وتقول الباث واي بتاعه لوحده والفايبر لوحدها، الطالب في الاخر جوت كونفيوزد. انت فاين سنسيشن، بقول لك فاين، ابيكريتيك ارقى ما تمتلك، احلى نوع من الفايبرز، اي الفا واي بيتا، وفي الاخر اعملهم في مقاربه في جدول. طيب حضرتك هتدخل السباينال كورد، احنا قلنا السكند اوردر مش في السباينال كورد، فوق في المظله اهو، انما لازم تدخل اول السباينال كورد. الدورسال روت مقسوم لبوابتين، في لاترال ديفيجن وميديال ديفيجن. في لاترال ديفيجن اهو وفي ميديال ديفيجن. حضرتك رايح انهي كولم لو انت فاين؟ انا رايح البوستيرور او الدورسال كولم، اللي قلت بالاضافه لانه بوستيرور عنده امان مزدوج انه بوستيرور قريب في الميديال لاين. يبقى تفتكر لو انت فاهم مش حافظ، انهي احسن لك، تدخل من لاترال ولا من الميديال ديفيجن اوف ذا دورسال روت؟ ادخل من الميديال ديفيجن اوف ذا دورسال روت. يبقى كده انا خلصت الفيرست اوردر نيورون. يبقى الفيرست اوردر نيورون دورسال روت جانجليون، الدندرايت بتاعه انت بتتكلم على الفاين، افهم نقي احسن فايبرز، ايه الفا وايه بيتا. انت بتتكلم على الفاين، داخل على انهي كولم؟ داخل على البوستيرو كولم اللي هو مش بس بوستيرو ولازق في الميديال لاين اهو. يبقى تدخل عن طريق الميديال ديفيجن اوف ذا بوستيرو روت، للناس اللي فاهم. وبعدين هتطلع في تو تراكس هيودوك للسكند اوردر نيورون في المظله. قلنا الناس التوب السكند اوردر نيورون بتاعها في التوب، الناس الفاين ابيكريتيك ابي يعني عالي، السكند اوردر بتاعهم عالي. التو تراكس هنا اسمهم جراسيل اند كونييت تراكس. طب ليه تو تراكس؟ ليه مش وان تراك؟ الكونييت من الابر هاف اوف ذا بادي، والجراسيل من اللور هاف اوف ذا بادي. كونييت يعني شكل مخروط، جراسيل يعني رشيقه. طالب يقول لي طب مش عاوز الخبطهم لان دي فيها سؤال ام اس كيو، هنجيله بعد شويه محاضره قادمه باذن الله. هو الجراسيلس ماسل موجوده فين؟ في رجلي، يبقى الجراسيل بتاع اللور هاف تحت في الرجل، الكونييت بتاع الابر هاف. كده خلصنا الفيرست اوردر نيورون مرسوم باللون الاسود. نيجي بقى السكند اوردر نيورون، قلنا ده اللي بيختلف وده اللي بيحصل عنده كروسي، في حاجتين، ده اللي بيختلف وده اللي بيحصل عنده كروسي. لو انت راجل محترم epicritic sensation، يبقى السكن موجود فين؟ في المظلة، وانت فاهم مش معنى المظلة مع vital center حتى قلما تتعور، ان لو تعورت تفقدت الحياة. sensation ايه اساسا؟ فالفاين second order نوم بتاعها محطوط في المظلة. اسم النيوكلياي لذيذ جدا، مش دول كان اسمهم جراسيل اند كونييت تراكس؟ اسمها جراسيل اند كونييت نيوكلياي. الجراسيل تراك يروح للجراسيل نيوكلياي، والكونييت تراك يروح للكونييت نيوكلياي، هي نفس الفكرة. وهنا يحصل crossing to the opposite side. وبعدين التو تراكس في البرين ستيم يسموهم ميديال منيسكس. عاوز اعلمكم شويه اناتومي هنا، معلش انا حاشر نفسي النهارده بشرح اناتومي بس بطريقتي، حتى لو كنت هشرح اناتومي كنت هبقى مختلف. ايه الاختلاف؟ مش بذاتي، الاختلاف مبعثه انه وراء الخلق خالق، ان انا ما بشرحش غير بوراء الخلق خالق، ما عمري شرحت بطريقه مختلفه. ما هو المينيسكس الاول؟ اتعلم اناتومي دي ماليش دعوه بيها، المفروض ما اعرفهاش انا. المينيسكس تو تراكس ان ذا برين ستيم ويز كومون فانكشن. ثلاث كلمات تعريف المينيسكس لو فتحت جري اناتومي يقول لك تو تراكس في البرين ستيم اللي هو 100 برين بونز بضله ولهم كومون فانكشن. طب دول تو تراكس ان كان اصلهم جراسيل اند كونييت في البرين ستيم، والكومون فانكشن هم شايلين الفاين سنسيشن. خدت بالك برضو الحته الجميله ان احنا هناخد تول من سكاي سباينال وميديال، الفاين تحطه فين؟ انت خايف عليه تلزقه في الميديال لاين، عشان كده حتى اكتسب اسمه ميديال لمينيسكس. فاللي فاهم قوي مش هيلخبط الفاين في انهي لمينيسكس، الفاين في الميديال لمينيسكس، لانهم فاين خايفين عليهم نحطهم امن تفنهم جنب الميديال لاين في الميديال لمينيسكس. ده السكند اوردر نيورون. ثيرد اوردر نيورون ثابت في كل الاحساسات،
اللي هو ثالاموس على وجه التحديد فينتروبيزال نيوكلياي اوف ذا ثالاموس، لكن لو قلت ثالاموس اتس اوكي. الاكشن بتاعها هيروح لل سوماتيك سنسوري اريا نمبر 1 ديفاين سنسيشن. سوماتيك سنسوري يعني احساسات الجسم رقم 1، سوماتيك سنسوري اريا نمبر 1. يبقى تاني ما يجي لك اي احساس تحط لي ثلاث فقرات مع شقط مثل عشق النظام بشرح اناتومي. فيرست اوردر نيورون، سكند اوردر نيورون، ثيرد اوردر نيورون. اللي باللون الاسود دول مشتركين اهي. هنا الفيرست اوردر نيورون دور ساروك جانجليون، هتقول الدندرايت اختار له احلى فايبر عندك. انت بتتكلم عن الفاين اي الفا واي بيتا، مفيش احلى من كده. والاكسون تداخل البوستيرو كولون، لو انت فاهم اناتومي انه وراء الخلق خالق، اللي هو لازق في الميدل لاين لان ربنا حطه في الحته الاامن، يبقى ادخل من خلال الميديال ديفيجن اوف ذا بوستيرو روت. والاكسون يعمل تو تراكس، جراسيل من اللور هاف وكونييب من الابر هاف. ادي اول فقره. الفقره الثانيه اللي هي الاهم باللون الاحمر، سكند اوردر نيورون حضرتك فاين فاين ابي ابي يعني فوق، ابي ابيثيليوم يعني خلايا علويه تملي بتلاقيها في الهيستولوجي فوق. ما خدتش بالك ان ابيثيليوم لازم يبقى فوق؟ ابي يعني فوق. فالسكند اوردر نيورون فوق في المضله جراسيل اند كونييت نيوكلياي، وهي دي اللي بتعمل كروسنج، تملي كروسنج عن السكند اوردر نيورون. وهيطلعوا للتو تراكس لهم كومون فانكشن في البرين ستيم، يسموهم ليمينيسكس. انهي ليمينيسكس؟ ده بتاع الفاين، يبقى الزقوا في الميدل لاين ميدل ليمينيسكس. ثيرد اوردر نيورون ثالاموس في الفنترو بيزال نيوكلياي، وهتطلع للسوماتيك سنسوري اريا نمبر 1. واحد من اشهر الاسئله في السنترال نيرف سيستم في النيورولوجي لازم تشوفها معايا دلوقتي. معظم الليجنز بتحصل في الجسم في السباينال كورد، لما بنقول كومبليت تي اس في السباينال كورد، لان السباينال كورد بادئ من تحت خالص من عند البلفس لحد السكال، فسهل جدا العمود الفقري اللي بادئ من عظم الحوض لحد الجمجمه يتكسر. طيب لو اتكسر كومبليت تي اس في السباينال كورد، يبقى هيتقطع التراكس بتوع الفاين سنسيشن، هتفقد الاحساس on the same side ولا على الـ opposite side. بص للرسم، الكروسنج حصل فوق في المضلة، يبقى ما حصلش كروسنج في السباينال كورد، يبقى اما اقطعهم هنا هنفقد الاحساس على نفس الناحية. ده الميديال لاين اهو، هنفقده على نفس الناحية. دي اهم معلومة في النيورولوجي، ان قطع السباينال كورد بيفقدك الفاين سنسيشن على الـ epsilateral side. اقولها لك بطريقة سهلة مش هتنساها مع حيات، epicritic بيفقدوا على الابسيلاترال سايد، يعني نفس الناحية الابي على الابي، الابيكريتيك اللي هما الفاين على الابسيلاترال سايد. طيب تقل المجموعة التانية بقى اللي هي الكروت سنسيشنز، ودي مجموعتين بس شبه بعض بالظبط. كل الاختلاف هل في اللاترال كولم ولا في الفنترال كولم، في اللاترال كولم ولا في الفنترال كولم. انا اسف حدث خطأ يا شباب، هيتم تصليحه فورا فورا. ادوني لان المكتوب تحت لا يماثل اللي فوق. ثواني، هيتم تصليحه فورا. طيب ادوني بس فرصة دقيقة واحدة اشيل الكوريكتور. معلش انا قلت لكم يا شباب ان الورق ده بعمله يعني بسرعه، وانت شايف الورقه بتحتاج مجهود رهيب، فساعات انا برسم حاجه بعدين كتبت العنوان تحت العنوان الخاطئ. يلا صلحنا كل شيء. طيب الفرق الوحيد ان لو حضرتك في البين والتمبرتشر هتحتل اللاترال كولم، شايف اهو ده يعادل ده اللاترال كولم. لكن لو حضرتك مجموعه كروت تاتش وكروت بريشر
والإتشينج والتيكلينج هتحتل الفنترال كولم. دي تعادل دي فنترال كولم. طيب تعال نشوف بقى مع بعض هتشرح في كم فقرة مع كابتن مستر عشق النظام. ثلاث فقرات: فيرست اوردر نيرون، سكند اوردر نيرون، ثيرد اوردر نيرون. هما متفقين في مين؟ فاكر في الفيرست والثيرد، ومختلفين في مين؟ في السكند والكروسنج عند السكند. حتى السكند فيه كلمتين: مختلف وبيعمل كروس، مختلف وبيعمل كروس. ومتفقين في الفيرست والثيرد. المفروض في الاخر مش تفهم، تطلع حافظ صم. طيب نيجي الفيرست اوردر نيرون في جميع انواع الاحساسات والدورسال روت جانجل. اهو لو قال لك بوستير روت جانجل صح طبعا، مش عاوز عبط. دورسال روت جانجل الخليه بتاعته يوني بولر، ليها بول واحد، في دندرايت وفي اكسون. دندرايت انت بتتكلم على كروت سنسيشن بروتوباثيك. بروتو يعني بدائي، حاجه في البدايه. بروتوباثيك اللي اول احساسات بتتكون بنسافر في منها، بروتوباثيك ادي معنى الكلمه. يبقى حاجه كرود تديها اسوأ نوع من الفايبر عندك اللي هو السي فايبرز. الامانيت حتى حلوه السي مع السي، كرود على السي فايبرز. بس للاوائل في شويه صغيرين منهم على الاي دلتا. حتى دي اشرحها ليه في شويه على الاي دلتا، يعني ليه مش على السي بس وهم كرود. لان مفيش فايبرز بتطلع السنسوري كورتكس غير المايلينيتد فايبر اللي هي الاي دلتا. بقولها حتى باسلوب ساخر بس طالما ما تنساهوش. الكورتكس ده راجل محترم جدا، عمره ما يستقبل فايبرز عريانه امايلينيتد قلعه زي السي فايبرز. لازم الناس تطلع له تدخل لابسه، فما بيستقبلش غير مايلينيتد. طب والكورتكس ده هو اللي بيعمل لوكاليزيشن، يعني بيقول فين مكان الاحساس. مش قلناها اللوكاليتي؟ يبقى عشان احدد مكان الاحساس الكرود كان لازم يتشال ولو جزء صغير منهم على حاجه لابسه اللي هي ايه دلتا، مش نوع فخم قوي، مش ايه الفا وايه بيتا، ايه دلتا، عشان يطلع الكورتكس. This is why الكرود بيتشالوا على بطريقتي سي فايبر ثم سي فايبر ثم سي فايبر وشويه صغيرين على الايه دلتا. لزوم ان نطلع الكورتكس فيحصل لوكاليزيشن، ولزوم حاجه اخرى هقولها في اوانيها، يعني في حاجه ثانيه بذكروني بيها. طيب هيدخل السباينال كورد، هو بيحتل انهي كولم؟ اللاترال والفنترال. اللاترال والفنترال احنا قلنا في بوابتين هنا، في ميديال وفي لاترال ديفيجن اوف ذا بوستيرور روت. حضرتك رايح اللاترال او الفنترال، يبقى تدخل عن طريق اللاترال ديفيجن. ايه العظمه دي، كل واحد عارف هو رايح فين. الفاين رايحين للدورسال كولم اللي هو لازق في الميدل لاين، يدخل عن طريق البوابه اليمين اللي هي مش موضوعنا دلوقتي. دول رايحين لللاترال فينتر اللي هم مور لاترال، اهو لاترال فينتر اللي هم مور لاترال، يدخلوا عن طريق البوابه الشمال. يبقى الاناتو ما فيهوش حفظ، في فهم. حتى الاناتومي، الاناتومي والبايو حاوس فهم، عارف ايه؟ لانه وراء الخلق خالق قوه عاقله، مش حفظ. حفظ ده لو شرحت اناتومي، شرحت بايوكيمستري هشرحه ديفرنت، مش انا اللي ديفرنت، وراء الخلق خالق. يبقى دي الفقره الاولى. تاني فيرست اوردر نيرون شايف هو هنا اللي هو دورسال روت جانجل، بس الدندرايت والاكسون مختلف. الدندرايت انت بتتكلم على كرود، افهم بس. استعجب لما الاقي زملاء عمالين يقولوا الفايبر بتاع كل احساس، ببتئس اللي بيشرح واللي بيسمع. كرود سيئه، نقي اسوء نوع من الفايبر سي فايبر، ولزوم اللوكاليزيشن شويه اي دلتا. هتدخل حضرتك داخل انهي كولمز لو انت كرود؟ داخل لاترال في حاله البينو تمبرتشر، وداخل فينترال في حاله المجموعه كرود تاتش. قلتها 100 مره، قويها يبقى بريشر، كررها زي الحشره اللي بتمشي يبقى تيكلينج ويتشي. الاثنين مور لاترال، يبقى ادخل عن طريق اللاترال ديفيجن. طيب نيجي للسكند اللي هو اهم واحد واللي هو باللون الاحمر. قلنا السكند اوربن نيرون هو اللي بيختلف في الناس الابيكريتيك الفاين، الناس العاليه عالي في المضله، انما الناس الواطيه الكرود واطي في السبينال كورد اهو. في البوستيرور هورن سيلز، بوستيرور هورن سيلز اهو. بس حاله البين والتمبرتشر، لان احنا وظيفتنا كاطباء بنهتم جدا بالبين. ليه؟ لان وظيفتنا تو الليفييت بين، نعالج البين. فاهتمينا جدا في البين، في البين والتمبرتشر فين بالظبط في
بوستيرو هورن. البوستيرو هورن ده متقسم لستة لاميني، ست صفائح زي السيريبرا كورتكس فوق هنجيله، متقسم لستة لاميني برضه، يعني مش مصادفات، دي هنا ستة يبقى فوق ستة. البين والتمبرتشر في لامينا 2 و3، واحد من اشهر الاسئله في الاناتومي وفي الفسيولوجي وفي النيورولوجي، لامينا 2 و3. واللي اكتشف الخلايا بتاعه البين والتمبرتشر رولاندي، وسماها سابستانشا جيلاتينوزا اوف رولاندي، لانها سابستانس جيلاتينيه، يبقى سابستانشا يعني سابستانس، جيلاتينوزا يعني زي جيلاتين، اوف رولاندي. اوعى تنساها الاس جي ار، ده اهم حاجه، ده السكند اوردر نيورون بتاع البين اسمه اس جي ار، سابستانشا جيلاتينوزا اوف رولاندي، الماده الجيلاتينيه بتاعت اونكل رولاندي في لامينا 2 و3. انما الثانيه بقى تقول بوستيرور هورد سيلز بس. طيب قلنا السكن لازم يكروس، الاكسون بتاع السكن يكروس، فهيكروس هنا بتاع البين قدام السنترال كانال ويحتل اللاترال كولر، وبعدين يطلع للثيرد اللي هو الثلبس، يبقى يسموا التراكت ايه بقى؟ فكر معايا، تراكت بيحتل اللاترال كولم، يبقى لاترال جاي من السباينال كورد، بحب قوي ادقق، ورايح للثلبس، يبقى اسمه لاترال سباينو ثلاميك تراكت، لاترال سباينو ثلاميك تراكت، لاترال سباينو ثلاميك. طب الناحيه الثانيه الكروب تاتش والكروب بريشر ومعاهم التيكلينج والاتشنج ما بزهقش، بيحتل هيكروس قدام السنترال كانال ويحتل الفنترال كولم اهو، دي تعادل دي فنترال كولم، وجاي من السباينال كورد وراح للثلبس، سمي التراك، يبقى يسموه ايه؟ بيحتل الفنترال، فنترال، جاي من السباينال كورد للثلبس، فنترال سباينو ثلاميك تراك. اللي باللون الاحمر ده ما فيهوش هزار، سكند اوردر نيرون، يعني هناك كان جراسيلاند كونييت، هنا لاترال وفنترال سباينو ثلاميك تراكس، اللاترال للبين والتمبرتشر، الفنترال للمجموعه الاقل اهميه كروت تاتش كروت بريشر تيكلينج ويتشي. طيب احنا عارفين اناتومي كويس قوي، تفتح جري اناتومي يقول لك ما هو اللي منيسكس تو تراكس، اهم تو تراكس، لاترال بتاع البين والتمبرتشر وفنترال بتاع بقيه الكروت. في البرين ستيم عندهم كومن فانكشن، هم بيشيلوا كروت سنسيشنز، عشان كده حتى انا اسم لك الصفحه هنا خط ازرق تقيل، يعني دول كروت والناحيه الثانيه فاين، يعملوا لمينيسكس اسمه سباينال لمينيسكس مور لاترال، انما ده مور ميديا، فاهم ليه؟ بدليل ده سموه ميديا لمينيسكس اللي هناك اهو، لما تقارن ده مور ميديا، انما ده مور لاترال عشان ده عاوز تحافظ عليه. ثيرد اوردر نيرون مشترك اللون الاسود، ثالامس عاوز تاخد نمره اكتر، فينترو بيزال نيوكلياي والثالامس، في بعض الكتب يسموها فينترو بوستيرو نيوكلياي، الاثنين صح، فينترو بيزال بالبي او البي الاثنين صح، فينترو بيزال فينترو بوستيرو نيوكلياي هي اوف ثالامس. هنا فين السنتر؟ قلت الكروت سنسيشن معظمها سي، السي ما بتطلعش الكورتكس، يبقى السنتر هو الثالامس في المعظم، بس شويه فايبر صغيره تطلع للكورتكس اللي هي الاي دلتا، لزوم اللوكاليزيشن، لزوم اللوكاليزيشن، ده السيتويشن يا شباب. يبقى تعالى بقى نقارن الكرود بال فاين، في جدول رائع وفي نظام بديع، مش النظام اللي عبد الله، انا بس يعني نظرت، استمعت ونظرت، تعالى حتى عشان الشاشه مش هتجيبهم كلهم، فانا هجيب لك واحد ممثل عن الكروت وواحد ممثل عن الفاين، تلاقي شيء رائع. فيرست اوردر نيرون في الحالتين هو بوستيرو روت جانجليون، اللي عنده دندرايت وعنده اكسون، بس في فرق. لما تتكلم على الفاين انت ساعدني، اختار اني نوع من الفايبرز احسن فايبر تمتلكها، ايه الفا وايه بيتا، انما هنا تختار أسوأ نوع كرود، كرود يبقى كرود بالسي، سي فايبر ولزوم اللوكاليزيشن شويه اي دلتا. طيب هتدخل السباينال كورد، لا مفيش اختلاط، الغوغائيه ما يمشوش مع البشوات، الفاين دول بشوات وسوبر بشوات، خلاص بشوات وسوبر بشوات، انما دول غوغائيه، دول يدخلوا من انهي بوابه؟ مراحيل بوستير كولم اللي لازق في الميدل لاين، يبقى عن طريق الميديال ديفيجن اوف ذا دورسال روت، انما دول رايحين لللاترال والفنترال، هو مور لاترال، ادخلوا عن طريق اللاترال ديفيجن. ايه
ايه البداعه دي في الصناعه سبحان الله. ودول هيدخلوا نكمل لان مفيش كروسنج لسه، يعملوا جراسيل اند كونييت تراكس في السبان كورد. طيب نيجي بقى السكند اوردر نيورون اللي هو باللون الاحمر، هنا فوق جراسيل اند كونييت نيوكلياي في المظله، هنا في السبينال كورد في البوستيرو هورد سيلز، بس في حاله البين، في حاله البين والتمبرتشر انت فاكر بقى ولا تحب اجيب لك الصوره تاني؟ موجودين في لامينا 2 و3 اللي هي بيسموها سبستانشيا جيلاتينوزا اوف رولاندي. يبقى هنا السكند اوردر نيورون فوق، الناس الفاين فوق في المظله في حته امينه مع الفيتال سنتر، ده في السبينال كورد. طيب الاكسون هنا بيعمل ايه بقى؟ لو انت تبع البين هتحتل اللاترال كولم، وجاي من السبينال كورد رايح للثالاموس، يبقى لاترال سبينال ثالاميك. لو انت كروت تاتش كروت بريشر وتيكلينج ويتشنج تحتل الفنترال كولم، وجاي من السبينال كورد رايح للثالاموس، يبقى فنترال عشان انت في الفنترال كولم. الثانيه بس الفرق انها لاترال سبينال ثالاميك تريكس. طيب هنا الكروسنج حصل في السبينال كورد، انما هنا الكروسنج حصل فين؟ في المظله. دي اهم نقطه في الـ في الـ في الكلينيكال. يبقى لو اتقطع السبينال كوردز الفاين سنسيشن الابيكريتيك هيفقدوا ان ذا سيم سايد. لكن بص الناحيه دي بقى، لو قطعت التراكس في السبينال كورد بتاعت الكرود خلاص حصل كروسنج في السبينال كورد، يبقى الكرود هيفقدوا على الناحيه الثانيه على الكونترالاترال سايد. دي اهم معلومه، تقطع السبينال كورد الفاين، الفاين هيفقد على نفس الناحيه، الابيكريتيك على الابسي لاترال، الابي على الابسي، انما تقطع السبينال كورد الكرود على الكونترالاترال، سي مع السي، الكرود على الكونترالاترال اهي، والناحيه الثانيه اهي، لو قطعت هنا الكرود يفقد على الكونترالاترال. دي اهم معلومه. نيجي وهم في البرين ستيم، دول في المينيسكس خايفين عليهم في الميديا المينيسكس، انما دول في السبينال المينيسكس. طب نيجي في الثالاموس، ثيرد اوردر نيورون فينترو بيزا نيوكلياي اوف ثالاموس. خد بالك هم نفس النيوكلياي بس مش عاوز عبط، مش نفس السيل، كل احساس ليه سيلز خاصه بيه، لان احنا فاكر لما قلنا الليبل بلايند برينسيبل، يعني هما موجودين في نفس النيوكليار، لكن السيلز بتوع الفاين غير السيلز بتوع الكرود، وبتوع الفاين تاتش غير الفاين بريشر غير الفايبريشن غير البروبيسبشن، كل واحده عندها السيلز بتاعتها، في مولرز لو وفي ليبل لاين برينسبل، يعني هما في مكان واحد لكن مش نفس الخليه، مش عاوز غباوه. طيب الناس الفاين تطلع الكورتكس سوماتيك سنسوري اريا نمبر 1 كلها الاي الفا والاي دلتا بيطلعوا باكمالهم، انما ده معظمهم ما يطلعوش، مين اللي يطلع بس؟ الاي دلتا اساسا ينتهوا في الثالاموس. يبقى دي مقارنه هعيدها مره اخرى، مقارنه مع شفت مثل عشق النظام في ثلاث نقاط. خلاص فيرست اوردر نيورون، سكند اوردر نيورون، ثيرد اوردر نيورون، نظام بديع. اتفقوا كل الاحساسات في مين؟ لو انت مش مذاكر صار انا بتكلم على 10 احساسات في ان واحد، مش زي الزملاء كل احساس لوحده في العشرة وفي الاخر يدخلوا ببعض. هم عند ربنا نوعين، يا كرود اور بروتوباثيك يا فاين اور ايبيكريتيك، دول معامله ودول معامله، لم يختلط لحظه واحده ولا طرفه عين، ما اختلطوش خالص، ما لهمش دعوه ببعض. فيرست اوردر نيورون مشترك فيهم هما الاثنين، مشترك المكان بس الدور ساروك جانجل، لكن كل احساس عنده خلايا خاصه بيه دور ساروك جانجل. نيجي للدندرايت والاكسون، انت بقى ساعدني، الدندرايت حاجه فاين هتشيلها على، اختار الفايبر للفاين الابيكريتيك لارقى احساس عندك، اختار لها نوع فايبر انت، اختار احسن ما عندك، ايه الفا وايه بيتا، انما كرود اختار لها سي مع سي، سي فايبرز، وعشان شويه يطلعوا كورتكس ايدلتا. حتى هم داخلين ما اختلطوش، دول بوابه، الناس المحترمه بوابه بتاعت كبار الزوار، ودول بوابه بتوع الكبار الزوار اللي هم الفاين يدخلوا منين، هم عارفين رايحين فين، للبوستيرو اللي هو لازق في الميد لاين، يبقى ميديال ديفيجن اوف ذا بوستيرو روت، انما دول لاترال ديفيجن. شيء رائع كده، قلنا تلت الموضوع. نيجي السكند اوردر نيورون بقى،
لو انت فاين السكند اوردر نيرون هيبقى فيل فوق فوق الفاين ابيكريتيك السكند فوق في المظله جراسيلاند كونييه نيوكلياي اللي جاي لهم جراسيلاند كونييه تراكس اللي هم الاكسون بتاع الفيرست هنا انما هنا في البوستيرو هور بس في حاله الفين فاكرها ولا هجيب لك الصوره برضو في البوستيرو هور بس حدد لي اللامينه عشان احنا وظيفتنا نعالج البين لازم نبقى عارفين البين بالظبط فين لامينه 2 و3 الماده الجيلاتينيه بتاعت اونكل رولاندي سبستانشال لاتنوزا اوف رولاندي طيب يبقى دول لان السكند اوردر في المظله كروسنج في المظله دول لانه في السباينال كورد كروسنج في السباينال كورد طيب هنا اسم التراكس ايه ده في الفينترال وجاي من السباينال كورد رايح للثالامس هي مسميها روحها فينترال سباينو ثالاميك والناحيه الثانيه هتبقى ايه في اللاترال كولم وجايه من السباين كورد رايحه للثالامس يبقى لاترال سباينو ثالاميك تراك ده من اشهر اسئله في الام اس كيو كل تراك بيشيل ايه البين والتمبرشر على اللاترال والكرود على الفينترال سباينو ثالاميك تراكس اما الفاين متشالين على جراسيلاند كونييه تراكس كروسنج حصل في المظله هنا كروسنج حصل في السباين كورد طب اللي منيسكس مفيش اختلاط الناس المحترمه الفاين لازم تبقى متخبيه جوه خايفين عليها في الميديا اللي منيسكس انما اتنين تانيين سباينال منيسكس ثيرد اوردر نيرون واحد فيهم كلهم ثالاموس ارحموا عزيزة قوم من زال فينترو بيزال نيوكليير ثالاموس فينترو بوستيرو نيوكليير ثالاموس نفس النيوكليس النيوكليس مجموعه نيرون مش نفس النيرونز الفاين ليهم نيرونز والكرود ليهم نيرونز اوضح اكتر والفاين فيهم اربعه النيرونز بتوع الفاين تاتش غير بتوع الفاين بريشر غير بتوع الفايبريشن غير بتوع البروبيسبشن انما كلهم في الثلاث حضرتك فاين هنستقبلك فين في الحاجه الجديده اللي معموله لك اساسا الكورتكس ولا حضرتك تستقبل في زي الطور والاسماك في الثلاث فكر حضرتك ايه الفا وايه بيتا مايلينيتد يطلع الكورتكس سوماتيك سنسوري اريا نمبر 1 نمبر 1 درجه اولى اهو سوماتيك سنسوري نمبر 1 في الكورتكس انما دول اساسا يستقبلوا في الثالاموس والشويه الاي دلتا يطلعوا للكورتكس انا قلت 10 باث ويز مع بعض ليه تجميعه رائعه ومش تجميعه مش مجرد جدول زي ما الزملاء فاكرين دكتور ناجي بيحط جداول فكره واحده قولوها لي كده سمعت صوتكم جميعا انه وراء الخلق قوة عاقلة منظمة كاملة نسميها الله وأتعجب أن يوجد في عالمنا هذا يوجد من حدود بعد ده إيه ده إيه ده هي الطبيعة ده 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 ده, ده إيه يعني إيه الهندسة التنظيمية الفائقة دي وتعامل كلا بقدره فاين ليك معاملة خاصة تعال نقولها تاني مقارنه فيرست اوردر نيورون هم مشتركين في الدورسال روت جانجل بس قول لي انت بقى انا اقول واحده وانت قول اللي قصادها الفاين الدندرايت هيشيلك على احلى فايبر عندي ايه الفا وايه بيتا الكرود قولوها انتوا سمعتكم السي والاي دلتا فاين انا رايح للبوستيرو اللي هو محمي مرتين من ورا مش في المواجهه وناحيه الميدل لاين يبقى ادخل من البوابه الميديال ديفيجن اوف ذا بوستير روت انما دول يدخلوا عن طريق اسمعكم اللاترال ديفيجن طيب نيجي السكند اوردر نيورون ده اهم واحد بقى انا فاين انا راجل ابي كريتيك عالي فمكاني عالي السكند في المظله كراسيلاند كونييه مع الفايتال سنتر لو باظوا سنسيشن ايه انا مت اساسا في حتة امنة جدا عشان كده الكروسنج في المضلة دي اهم نقطة اكلينيكية يبقى ما حصلش كروسنج في الاسبانال كورد جراسيلاند كونييه يبقى اي ليجن في الاسبانال كورد ودي اشهر ليجن في الانسان لان الاسبانال كورد طويل قوي في الفيرتبرال كولم من الحوض يبقى الفقدان هيحصل تملي على الابي على نفس الناحية الابي كريتيك لما تقطع التراك ساعتها في الاسبانال كورد دي اهم معلومة في النيورولوجي على الابسي لاترال سايت انما هنا لو انا كرود هختل الفنترال كولم لو انا بين وتمبريتشر اللاترال كولم سمي التراكس يبقى هنا فنترال هناك هيبقى لاترال لكن الاثنين هيبقوا سباينو ثالاميك تراكس طيب تو تراكس لهم نفس الفانكشن اهم دول بيشيلوا الفاين سنسيشن
ماشيين في البرين ستيم نسميهم لمينيسكس. ايه تعريف لمينيسكس؟ ثلاث كلمات، تو تراكس في البرين ستيم كومن فانكشن. دول ميديال لازم نخايفين عليهم. لا شوف دخلوا من الميديال وهنا ميديال، والبوستيرو كولم اوريدي ميديال. ايه العظمه دي؟ انما هنا دول سباينال لمينيسكس لامور لاترال. ثيرد اوردر نيورون ثابت فيهم جميعا، ثابت في موقعه فقط في الثالاموس فينترو بيزل او فينترو بوستيرور نيوكلياي الثالاموس. حضرتك ايه فاين تطلع على الكورتكس مستنياك درجه اولى سوماتيك سنسوري نمبر 1. الكورتكس بيستقبل مايلينيتد فايبر وانتوا احلى المايلينيتد ايه الفا وايه بيتا. انما حضرتك ايه كرود سي ما تطلعش خالص، انت مكانك الثالاموس مثل الطيور والاسماك، لكن معاك شويه ايه دلتا هنطلعهم لك لزوم اللوكاليزيشن. هو ده الاناتومي كما ينبغي ان يشرح، والا فلا. والفكره واحده انه وراء الخلق خالق. لو شرحت اناتومي كنت ابقى مختلف، بايوكيمستري مختلف. الاختلاف ليس من ذاتي، الاختلاف انني اؤمن وانفذ، مش اؤمن بس، انه وراء الخلق خالق. فحتى في شرحي في حياتي اوفر ديكيدز كنت يعني مأخوذ بهذه الفكرة، أن وراء الخلق قوة عاقلة كاملة منظمة. تأمل فيها، هو بيقول لك ربنا سبحان الله وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي المسيحية انظروا. يا رب. طيب ده الباثويز. تعال بقى نكمل للسنتر فوق، نكمل الروعة، نكمل العظمة. حصة للتأمل، انسى الفيسيولوجي ومش هتفهم فيسيولوجي سي ان اس، وهتفهم نيورولوجي في علم الأمراض الباطنة الا لو فهمت المحاضرة دي. كل الناس تسمعها. سوماتيك سنسوري ارياز، سوماتيك سنسوري ارياز. الاريا بقى اللي هنطلع فيها وهنطلع مين وما نطلعش مين، حاجة لا يمكن تخيلها يا شباب، لا يمكن. هتفهموها دلوقتي. احنا قلنا زمان في الطيور والاسماك كان في الثالاموس. الطيور والاسماك تطير وتعوم، يعني الحركه بالبيزل جانجليا، بيزل جانجليا اكسكلوسيف دي موتور، وبتحس بالثالاموس. في الثدييات اتكون الكورتكس. تم تكريم الثالاموس بطريقتين، فاكر الكرود استنوا سيب استنى في الثالاموس، معظم الكرود في الثالاموس شويه بس من ايدك ناخدهم معانا، هنشوف مين خدناهم معانا فوق. ده الكروت. اما الفاين يطلعوا سوماتيك سنسوري ايريا نمبر 1. اول واحد بدا فكر في فكره انه يقسم الكورتكس، بنحكي هنا تاريخ، واحنا في بلادنا العربيه مش اقل عاوزين جامعه محترمه فيها معلومات محترمه. وانا مبسوط على فكره ان عدد من الزملاء الاصغر اتصلوا بيا قالوا احنا بنسمعك، وقالوا على فكره احنا قررنا نعمل زي ما انت بتعمل، ان احنا هنقول مالتيبل تشويس او الحصه بالاوفر هيد بروجكشن، وهندور على كل حاجه تاريخها ايه، واللي مش هنعرفه هنسمع انت بتقول ايه. وعلى فكره اتمنى لهم كل التوفيق، ومش كده وبس، وازيد بالامانه ازيد والله شهيد على ما بيدخلي، نفسي يبقوا احسن مني، مش عشان حاجه بس، لا تضرني ده تسعدني، عشان ننهض باممنا، نرتقي كده نطلع بيها تبقى الجامعه جامعه. أول راجل فكر في الكورتكس كان اسمه بروبمانز، قسم الأرياز من 1 لـ52 أريا حسب الهيستولوجي واستباغ الخلايا والأرشتكتشر والأورجانيزيشن والتنظيم، قسمها من 1 لـ52 اسمه بروبمانز. وأنا علمتكم لو انتهى الاسم بمان يبقى ده راجل جيوش يهودي، هم اللي يسموا مان وهم اللي يسموا جولد أو سيلفر. أي واحد تلاقي في اسمه ذهب او فضة او مان، سليمان عزرمان، كل دول يهود خلاص. فده بروبمان، ده جيوش كان في جيرماني اساسا في المانيا سنة 1909 هو ابتدى قسمهم بقى. فجينا صبنا السوماتيك سنسوري ايريا، الاريا ارقام 1 و2 و3 و5 و47. هنشوف بقى نقسمهم ثلاثة، المجموعة دي هنقسمها على ثلاثة ارياز. وطبعا الكمل القصة دي ناس بعديه، يعني بعد بروبمان في ناس بقى
كمله زي أدريان في سنة 40 يكمل وراه، ابتدى يعمل دراسات تانية. وبينفيلد جه عمل دراسات بالإلكت يعني بالاستيميليشن، عمل حاجة اسمها إيفوكت كورتيكال بوتنشال، هحكي عليها في أوانيها في الترم الثاني. كملوا الصورة سنة 40 وسنة 54 عشان يفهمونا الماب، خريطة الكورتكس. طيب دلوقتي احنا كل السنسوري ارياز موجودة، احنا عندنا السيريبرال كورتكس بيتقسم بحاجة اسمها يعني هنا سنترال سالكس، سالكس بيقسمها لحتتين، في اللي وراها تبقى سنسوري اريا واللي قدامها موتور اريا. سبحان الله، يبقى زي تحت في السبان كورد الانتيرو هورن سيلز دي موتور، البوستيرو دي سنسي، نفس كلام فوق البوستيرو سنسي واللي قدام موتور. انا في الاخر بعد ما اخلص المحاضره اللي يحب يكمل معايا 5 مينتس هقول لكم ليه حصل كروسنج، ليه ربنا عمل كروسنج سبحان الله، هنقولها في اغاني بس في الاخر لما اخلص المحاضره الاول عشان اللي يحب يسمعها تبقى اوبشنال، محدش يسألها لأن محدش فكر فيها. ليه ربنا خلى احساسات اليمين تروح شمال والشمال يمين؟ هنقولها لما بس اخلص الحته دي الاول. فابروبمان ارياز، اول اريا عندنا اللي هي السوماتيك سنسوري اريا نمبر 1، سوماتيك سنسوري 1 ممكن تكتب باللاتين وممكن تكتبها واحد بالانجليزي على فكره. هنعرف عنها النقاط الاتيه، اول نقطه السايت هي بتاخد اريا 1 2 و3 في التقسيمه بتاعت بروبمانز. وهي موقعها فين بقى بالظبط؟ سيبك من 1 2 3، موقعها بالظبط اهي في البوست سنترال جايروس، يعني الشق ده اللي بيقسم القشره المخيه الاثنين اسمه سالكاس. في الشقوق اسمها سالكاي، المسافات ما بينها اسمها جايراي، فموقعه في البوست سنترال جايروس، ده سوماتيك سنسوري نمبر 1 في البوست سنترال جايروس. تمام، ده السايت بتاعه. طب نيجي للسباتيال اورينتيشن يعني توزيع المكاني. لو انت رسمتها هتلاحظ ثلاث حاجات، اول حاجه انها كروست يعني الناحيه اليمين بتروح للكورتكس الشمال والعكس بالعكس، كروست ريبريزنتيشن. تاني حاجه انها ابسايد داون يعني الجسم لما ترسمه يطلع مقلوب، الراس تحت والرجلين فوق. ليه؟ تعالى برضو في تأمل خاص بالعبد الله ويعني ويتواصل مع الأول. احنا الأهم نحطه في المكان الأكثر ايه؟ أمانا. أهم إحساسات هي بتاعت الفيس طبعا، لما بنقابل بعض حتى وهاج إتش أذر وحاجات زي كده إحساسات الفيس مهمة، مش إحساسات الفوت. أنا ما بسلمش على الناس بالفوت. طب انا ماشي في الشارع ممكن حاجة تقع هنا على راسي، يبقى دي اكتر حتة بالجرافيتي اي حاجة تقع عليها تكسرها، يبقى ما حطش فيها الفيس، حط فيها الاقل اهمية رجلين والفيس تحط تحت. شوف العظمة يعني ليه انفيرتد، ليه ربنا قلبها؟ عشان الاكثر امانا ياخد الحتة الاهم، الفيس وهو الاهم يبقى في المنطقة الاكثر امانا تحت ورجلين فوق. وفي دليل اخر ان الفيس نفسه لانه خلاص بقى ما محطوط تحت ربنا عدله سبحان الله، يعني الفيس معدول اهو، شايف الرسمه يعني ابسايد داون اكسبت الفيس، يبقى واضح ان كان في فكره ان احنا الحته اللي هتتكسر لو وقع حاجه من فوق ده فيها رجلين اقل اهميه والفيس تحت، ايه العظمه دي. وبعدين الاريا ديبندز على النمبر اوف ريسبتورز، يعني مرسومه بطريقه بيكاسو يعني مش مراعاه فيها النسب، مراعاه فيها الاهميه. بيكاسو كان يرسم البطش، كان يرسم الايد كبيره قوي. بيكاسو ده كان في اسبانيا، من اسبانيا الديكتاتور الاسباني ورحل الى فرنسا وعمل لوحات في اللوفر هناك كل لوحاته بملايين، عاوز يرسم البطش الايد كبيره قوي ما يرسمهاش بنفس حجم الايد، التامل عين كبيره قوي. احنا بقى البيكاسو ريبريزنتيشن ده موجود في الارياز دي، انا يعني اكتر حاجه بحس بيها البق والفينجرز، فدي تاخد اريا كبيره قوي، ليه؟ ريسبتور مليانه ريسبتور فمرسومه كبيره قوي فوق، انما ما بحسش حاجه بالابدومن كتير، يبقى الابدومن تاخد حته صغيره، يبقى الاريا
بروبورشنال للريسبتورز، عدد الريسبتور يعني بروبورشنال أهمية. ده يدلك على ايه؟ قوة عاقلة ان ربنا قلب. يبقى الريبريزنتيشن ثلاث حاجات، كروست اليمين شمال والشمال يمين. دي هقولها ليه؟ هقولها انهي بيها. عاوز تعرف ليه ربنا عمل كروسنج؟ حتى دي فكرت فيها وضيعت فيها عربية لما وصلت زهلت انها حاجة معقدة ما ركزتش، دخلت في العربية اللي قصادي طارت العربية الحمد لله انا كنت كويس الحمد لله. يبقى كروست هنقولها بعد شوية في الاخر لانها هتاخد مدة اللي عاوز يسمعني. وبعدين انفيرتد، الراس تحت والرجلين فوق، الراس منطقة الامنة هنا مش امنة يبقى نحط فيها رجلين. وبعدين الاريا متناسبة مع عدد الريسبتور يعني مع الاهمية. ده الاسباتيال اورينتيشن. طب الفانكشن بتستقبل مين بقى؟ بتستقبل الفاين اور ابيكريتيك سنسيشن بتوع الدورسال كولم، ما بزهقش، اللي هم الرباعيه فاكرهم، فاين تاتش قويها يبقى فاين بريشر تكررها يبقى فايبريشن، ومعاهم ابناء العمومه اللي هم الميكانو سيبتيف كانوا بيتشالوا على ايه الفا وايه بيتا فكلهم يطلعوا فوق. وناخد معاهم شوف الايه حته يعني انا عندي فنترال وعندي لاترال، اللاترال احسن شويه من الفنترال، هما اتنين كرود، ليه اللاترال احسن شويه؟ لانه فيه البين والتمبرتشر، لكن متشيلين على السي ما يطلعش، بس شويه على الاي دلتا. البين هنقسمه في سي، السي دي بطيئه سلو بين، وفي بيتشال على الاي دلتا فاست بين، ده يطلع عشان على الاي دلتا. وطب التمبرتشر يطلع مين؟ التمبرتشر ديسكريميشن، في حتة في نص الحرارة كده التمييز فيها حلو، تقدر تميز أدفى وأبرد وأكثر برودة وأكثر دفئاً، يبقى مش كل التمبرتشر، أحلى ما في التمبرتشر. يعني بقولها بنقي أحلى ما في الغوغائية اللي هم مين؟ بتوع اللاترال. البين والتمبرتشر أهم شوية من الكروت تاتش والكروت بريشر والتيكي والإتش، ده حتى ما خدتش كل البين والتمبرتشر، أحلى ما في البين اللي هو على الإي دلتا، حتى فاس فاس يعني بتاع إي دلتا مو سريع. والتمبرتشر ديسكريميشن ده سؤال نظري مهم والسؤال الباثويز مهم والسؤال الباث السنترز مهم والسؤال. يبقى ده سوماتيك سنسوري اريا نمبر 1. طيب نيجي بقى في سوماتيك سنسوري اريا نمبر 2 اهي موجوده. بص دي بتشمل اريا 40 اهي صادق، ده اللور اند اوف سوماتيك سنسوري اريا نمبر 1 اللي هي محطوط فيها الشخص، ده اللور اند، فهي موجوده. بص شوف التعبير دقيق جدا، below and behind، below and behind مين؟ اللور اند اوف سوماتيك سنسوري نمبر 1. بليني انا مش حافظها، انا في رسومات في دماغي اللي هي بحطها لكم دي وبشرح اللي شايفه. يبقى هي موجوده، ده اللور اند بتاع سوماتيك سنسوري نمبر 1. طب تو موجوده فين؟ تحت وورا الجزء السفلي، يبقى below and behind ذا lower part اوف سوماتيك سنسوري نمبر 1. وفي تقسيمة الراجل اللي اسمه بروبمان ذا تقع هي اريا 40، ملهاش اي قيمه الكلام ده. سباتيال اورينتيشن قال لك دي السباتيال اورينتيشن اللي هو الرسم المكاني مش بدقه 1، يعني دي تفصيليه اكتر، دي عموميه اكتر. انما ممكن تخيل الجسم نايم كده، يعني ده تخيلي انا، هما بيكتبوا ايه في الكتب؟ يكتب لك الفيس انتيرولي، الارمز في السنتر، الليجز بوستيرولي، يعني فانا بقول عشان تفتكروا ادخلوا نايم. طب انا قعدت افكر يعني اشمعنى السباتيال اورينتيشن ده مش بالقوه دي، يعني ما بتاخدش حته حته، بتاخد مساحات مساحات، ده لقيت انها بتاخد بوث سايدز، يعني مش بتاخد ناحيه العكسيه بس، بوث سايدز، وبتاخد كل سوماتيك سنسوري نمبر 1. بص انا هقولها لك كما فهمها العبد الله. اريا 1 دي تفصيليه جدا، انما دي شموليه، بتاخد لارج ايريز اوف ذا بودي. اصل ما ينفعش ان انا احس الاحساس من كل ريسبتور على حده، برضو انا عاوز اجمع، يعني دي شموليه تجميعيه. مثال حتى كبينه قريته في احد التكست بوكس، قال لك انت ما بتمسك سبونج حته سفنجه وتدعك روحك فيها وانت بتستحمى، ما ينفعش تقعد تحس ريسبتور ورا التاني ورا التالت، يعني الاحساس متقطع، عاوز تحس الحته دي بتتنظف، الحته دي كلها بيتم تنظيفها. يبقى عاوز اريا شموليه تجمع، وحتى تقول اه هنا انا خدت دي، اه دخلت على الناحيه التانيه، ما دخلتش لا واخد ناحيه واحده، خد الناحيتين. اهو ده بالظبط سوماتيك
سنسوري ايريا نمبر 2 نبتدي تجمع، انما ما تاخدش بقى كل ريسبتور لوحده والحته دي نديها كتير والحته دي اقل، يعني ليست تفصيليه انما شموليه. وادوا هذا المثال فعلا تيكينج اشاور، لو انت بتاخد دوش وبتستخدم سبونج لازم تبقى حاسس اللارج ايرياز اللي خدتها قد ايه وعلى ناحيه واحده ولا ناحيتين، فهي بتاخد بوث سايدز وبتاخد الريسبتور بتاعت وان، بس التمثيل شمولي ليس تفصيلي، ده اللي عاوز يفهم. والزملاء الاصغر سنا اتمنى يبقوا فهموها. طب نيجي لاروع واحده اللي هي السوماتيك اسوشيشن ايريا، اسمها اسوشيشن، السايت بتاعها في ايريا 5 و7. لما انا قلت دي 1 2 3 دي 40 دي 5 و7، فين بقى اللي هي بلون لازع ده؟ يبقى موجوده بص بيهايند ايريا 1 واباف ايريا 2، ورا 1 وفوق 2، ده السايت بالظبط، تشمل ايريا 5 و7. دي بقى اسوشيشن، يعني بتجمع الاحساسات من كل فج عميق، فبتاخد كل معلومات 1 وكل معلومات 2 ومن الناحيتين. ده لسه في شويه كروت سنسيشن في الثالاموس، فاكر كان قاعد هاتهم، يبقى بتاخد الثالاموس ده لسه، وبتاخد كمان الفيجوال والاوديتوري. الفيجوال والاوديتوري هي اسمها يا شباب سوماتيك اسوشيشن اريا، بتجمع كل الاحساسات. هدي مثال رائع، دي بتديك يعني بتكومباين كل الانفورميشن بتاعت احساسات اسوشيشن تو اندرستاند ذا مينينج اوف سنسيشن. ان انا يعني هديك مثال، اللي فاقد الاريا دي بايظه عنده يمسك مفتاح في ايده، غمض عينيه تحط له مفتاح في ايده وغمض، تقول له ما اريا وان شغاله، ايه رايك الماد الحاجه اللي في ايدك دي ساعه؟ ما عنده التمبرتشر شغاله ساعه، المعادن ساعه، وبقول ليه بعدين. جامده البريشر حاجه قويه ما بتتنيش في ايدي، وبعدين احرك ايدي متعرجه بالتاتش. طب ايه اللي في ايدك ده؟ ما اعرفش. صور، الصحه تاج فوق رؤوس الاصحاء لا يراه الا المرضى. احنا من تلقائيه الاشياء فاكرينها بتحصل لوحدها، لا ده لها اريا. يبقى سوماتيك سنسوري اريا 1 اللي هي التفصيليه قالت لك ان ده ساقع يبقى معدن، ان ده قوي يبقى معدن قوي، انه ده متعرج ده التاتش، بس ما عرفتش تجمعهم تفصيليه. مين قال لك الاحساسات دي مجتمعه تبقى مفتاح سوماتيك اسوشيشن اريا؟ بوظ سوماتيك اسوشيشن اريا، يحصل لك ظاهره اسمها يعني لا استيريوجنوزس، لا تتعرف على المجسمات، مفيش ability to identify 3D objects putting on the hand with both eyes closed. لو غمضت عندك وحطيت اي حاجه في ايدك 3 dimension ما تعرفهاش، مفيش حد بيجمع. يسموها يعني لا استيريوجنوزس. شوف الروعه، شوف العظمه دي. حاجه ايه جرافيثيزيا؟ ما بيقولوهاش دي عندنا بس بنقولها هنا. يعني لو انا غمض عينيك وكتبت لك على ايدك رقم او كلمه، خد بالك يبقى انت بتستيميليت حاجات ورا بعض. مين يقعد يقول دي حرف دبليو دي حرف ايه اند سو اون؟ هي الاريا دي. فلو ابسطها يحصل لك اجرافيثيزيا، يعني لو كتبت على ايدك رقم وانت مغمض عينيك او رسمت رسمه ما تعرفش، حاسس حاجه ماشيه بس مش عارف تربطهم انها مشيت كده 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 اند سو اون. طب واحد يقول لي ليه ربنا حاطط حتى الفيجوال والاوديتوري معاه؟ اقول لك حاجه، اديك كره تنس وكره بلياردو، خلاص ممكن تميزهم بالثقل لو هما بالظبط نفس اللون، لكن ممكن تميزهم بالالوان. البلياردو ليها الوان تانية، يعني اللون بيساهم في التعرف، انت فاهم فكره؟ الاوديتوري انت الكراكس اللي هي الحاجه بتطقطق تحت ايدك لو دوست عليها، فبتجمع كل احساس ممكن يوصلها لماهيه الشيء، اسمها سوماتيك اسوشيشن اريا. خدت من 1 و 2 وان ده الفاين، وخدت من الثالاموس الكرود، وخدت الفيجوال والاوديتوري، وفي الاخر تجمع. لا ما بتجمعش بس الاوبجكتس، بتجمع حضرتك. يعني حاجات رائعه ان احنا
بنستقبل إحساس من جسمنا في الآخر في صورة لجسدنا بيحتل قد إيه في الفضاء الخارجي في الكون ده. يعني أنا حاسس بجسمي هديك دليل لطيف جدا إن أنا هدخل من باب ضيق من غير ما بص لكتافي والباب ببقى حاسس إن الباب ده دخلني أو الباب ده ما دخلنيش لازم أدخل بالجنب حاسس من غير ما بص لإني حاسس مجمع صورة جسمي يسموا ده مورفوثنسز مورفولوجي يعني شكل مخلقة شكلك جواك وفي ليجن لو باظت الاريا دي خلاص على الناحية اليمين مش هتجمع الناحية من الناحية الشمال مش هتجمع الناحية اليمين يبقى حاسس لك نص واحد هتقولي ازاي لاحظناها في العينين دول ان هو he neglects completely the opposite half of his body بيتجاهل تماما النص التاني من جسمه وهو بيستحمى يقعد يركز على النص اللي حسه وينسى ده لما يبص في ال في ال في ال في المراية يلاقي نفسه حط صابون على ناحية ونسي ناحية نشف ناحية ونسي التانية انت من كتر نعم الله التي لا تحصى بتتصور انها بتحدث بصورة تلقائية ده لها سنتر قوة عاقلة حطت سنتر يبقى وان تفصيلية جدا تو تبتدي بس تجمع لارج ايرياس تجمع عشان تحس حاجة بتستيميليت لارج ايريا طب تفسر سوماتيك اسوشن ايريا ده بتفسر اكثر من ذلك بس ما تقولش كام ده للزملاء الافاضل المينينج اوف سنسيشن السنسيشنز هاف جوت ا مينينج يعني حضرتك ولا بماسك ايدك خلاص ولا حاسس تاتش بيعمل استيميشن تاتش ريسبتور حاسس تاتش كده ماسكين لو جت خطيبة حضرتك وراحت ماسكة ايدك يعني مش هنتكلم هي ما يصحش تمسك ايدك انما نفرض مسكت ايدك احساس مختلف انتشاء الله طب ما دي هما الاثنين عملوا استيميليشن للتاتش ريسبتور هي ونفس التاتش باس وهي والسنتر انما المينينج بتاع اللمسه دي غير اللمسه دي مين اللي عمل لك ده سوماتيك اسوشيشن ايه سبحان الله سبحان الله تبوظها الحاجات بقى الواضحه لا تتعرف على المجسمات وانت مغمض عينيك لما تحطها في ايدك سموا الحكايه دي استيريوجنوزيس ان ابيليتي تو ريكوجنايز 3 دي اوبجكتس ان دي هاند وذ بوث ايز كلوزد اجرافيثيزيا ان ابيليتي تو فيل ذا ليتر اور ذا نمبر درون اون ذا هاند وذ بوث ايز كلوزد امورفوثنسيس يو نيجلكت ذا اوبوزيت هاف اوف ذا بودي يو اغنور ات كومبليتلي الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى دي السنتر يا شباب ده سؤال نظري مهم جدا اللي هو يقولت لك كل الباثويز في تجميع رائعة العشر حاجات ولا يمكن تغلط حطها في الجروب تقول بالزبط الباثوي بتاعها ماشي ازاي هل هي فاين إبيكريتك دورسال كولم باثوي ولا هي كرود بروتوباثيك اللي هي تبقى لاترا لو خدت بين وتمبرتشر وفينتا لو خدت كروت تاتش كروت بريشر تيكلينج يعني زي حشره ماشيه او اتشينج وتحط فين الفيرست اوردر نيرون دورسال جانجليون فين الثالث تالاموس فين الاختلاف في السكند والكروسنج عند السكند وده الباثويز بتاع الارياس هقولها في عجاله في 3 دقايق وبعدين اقول لك ليه الكروسنج اللي يحب يغلق الفيديو وما يعرفش ليه ربنا عمل كروسنج ممكن يعتبرها دي فترة معلومات عامة السنترز يا شباب السنترز كالآتي قلنا السوماتيك سنسو إيريا بيجي لك سؤال وقلنا أكتر راجل يشتغل عليها هو الراجل اللي اسمه برومان ده اللي هو قلنا جيوش ألماني وقسمهم من 1 ل 52 اريا طلع نصيبنا في الثلاثه دول 1 و2 و3 و5 و7 و40 مش مهم الارقام خالص بس يعني عشان في ساعات ناس بقى ايه يقول لك يعني علمني الايه يقول لك تعالى في الفرغه وتصدر يعني طيب اول واحده اللي هي التفصيليه اللي هي السوماتيك سنسو ايريا نمبر 1 السايت في البوست سنترال جايروس النقطة الثانية البادي ريبريزنتيشن شوف ثلاث نقط هتتكلم فيها اليمين شمال كروست
الراس تحت ورجلين فوق انفيرتد. انت بس اللي فاهم ليه، والدليل ان ربنا يهتم ان بقى المهم الراس تبقى تحت، انه رجع عدل الفيس تاني. يعني الفيس نفسه معدول، مش اي قلب يعني قوه ما بتفكرش، انا عاوز الفيس تحت في المنطقه الامنه ورجلين فوق، بعد كده الفيس هنا خلاص ارسمه عادي خالص معدول. ايه الروعه دي؟ تدل على ايه دي؟ وبعدين قال الحته اللي فيها ريسبتور اكتر اللي اكتر اهميه تاخد ارياز اكبر. الفانكشن ناخد مين هنا؟ ناخد الدورسال كولم اللي هو الفاين الابيكريتيك، وناخد من الكرود اللي بيتشال على الاي دلتا اللي فاهم، مش اي حفظ، الفاست بين والتمبريتشر ديسكريميشن. طب بس دي تفصيليه خالص، عايزين نجمع شويه. يبقى سوماتيك سنسو ايه نمبر 2 اللي هي طلعت 40 بيلو اند بيهايند ذا لوور اند اوف سوماتيك سنسو ايه نمبر 1. سباتيال اورينتيشن لا لارج ايريز، مفيش مش مرسومه بدقه كده، انما يمكن تصور ان الفيس انتيرولي الارم سنترلي والليجز بوستيريور كانه واحد نايم، تاخد لارج ايريز عشان لما تعمل استيميشن لمجموعه كبيره من الريسبتور تبتدي تجمعهم بقى. واحلى مثال كبينه اما تحرك الاسبونج اللي هو اللي السفنج على جسمك، البايظه دي مش هتبقى حاسس وما انتش عارف ماشي فين وخدت الناحيتين ولا لا، عشان كده هي اتاتش دو بوث فايز. نيجي اروع ما نمتلك، عشان كده كاتبها باللون الاحمر سوماتيك اسوشن ايريا 5 و7 اللي هي فين بقى؟ اهي ورا وفوق، ورا واحد وفوق اثنين، يبقى بيهايند سوماتيك سنسو ايريا نمبر 1 واباف سوماتيك سنسو ايريا نمبر 2. قلت 1 و2 ممكن تكتبهم بالحروف اللاتينيه للزملاء الاصغر سنا، وممكن تكتبها انجلش، الاثنين صح، الاثنين صح للزملاء دي مش ليك. كونكشن جمعت الاحساسات من كل فج عميق من 1 و2 والكروب من الثالاموس والفيجوال والاوديتوري، كل حاجه ممكن توصلني لماهيه الشيء. كرة البلياردو الوان يبقى ناخد الفيجن، حاجه بتكراك تحت ايدي يبقى ناخد الصوت، كرود يبقى الثالاموس اند سو اون. تديك ايه؟ تعمل كومباين سنسو انفورميشن، تجمع كل الانفورميشن وتاندرستاند المينينج. المينينج بتاع يعني حاجه بتتحرك، بص للليزر وانا بحركه يبقى انا برسم حرف ايه؟ دبليو. خلاص اهي حتى مرسمه على ايدك. طب لو حصل ليجن اوعى تنسى تفقد دول. امورفوثنسيس ما نص جسمك مش بتظبط على الاوبوزيت سايد، اجنور ذا اوبوزيت هاف اوف يور بودي. استيريوجنوزيس لما تحط حاجه يعني مجسمه 3 دي ان يور هاند وتغمض عينيك ما تعرفهاش، ما عرفتش تجمع. اجرافيثيزيا نكتب حرف نكتب كلمه مش هتعرفها، تبقى عارف هذا الكلام كويس قوي. طيب انا عاوز بقى اقول لكم ليه حصل كروسنج. تقدر حضرتك لو يعني كده يعتبر المحاضره بالنسبه لك خلصت ونقول لماذا حدث كروسنج. الاول يا شباب يعني تقدير واجب كل مره بقوله، مفيش ولا كتاب في العالم كاتب لماذا حدث كروسنج، انما هي حاجه يعني لعبد الله فكر فيها ان وراء الخلق خالق وتوصل ليها. ودائما ابدا احب الناس اللي عليه على خلق، ومنهم صديقي العزيز يعني الاستاذ الاناتومي المرموق جدا دكتور مدحت، انه في كل مره الطلبه يسالوه في النيورو خلاص هو عارفها ليه في كروسنج، يقول لهم بصوا انا هقول لكم انا مقتنع تماما، بس اللي قال هذا الكلام هو زميلي الدكتور ناجي. فانا تملي بحييه، شوف يعني مش بيدعي لنفسه ما ليس له، ودي حاجه صعبه في عالمنا هذا، وهو اوريدي شخص مرموق جدا جدا وشخص رائع خلقا اولا وعلما ثانيا، بحييه تحيه خاصه يعني عزيز جدا على قلبي هذا الرجل، وفي التصرف ده بالذات كنت يعني مستغرب. زي زميل فاضل كان رئيس قسم فيسيولوجي في اسمه دكتور ابراهيم في احد الجامعات الاقليميه، كل مره يقول الكلام ده انا اتعلمته في محاضرات الدكتور ناجي، ويقوله هو رئيس قسم لدرجه اتصلت بيه اتشكر له نمره واحد واقول له يو دونت هاف تو، انت دلوقتي رئيس قسم قول خلاص مش لازم تسال لي، لا من علمني حرفا صرت له عبدا.
ناس على خلق 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 ثم علم. ليه ربنا عمل كروسينج؟ قعدت افكر ليه ربنا عمل كروسينج. بص بقى معايا، الاول هي بيزد على حقيقه صغيره اوعى تنساها، ان لما تقطع السباينال كورد تملي الفاين بيفقد على الابسي لاترال، اما الكرود بيفقد على كونترولاتر. دي الحقيقه الاساسيه، خليها بس بذكرك بيها. انا قعدت افكر كده، يعني مين الاحساس اللي خد في هذا التمثيل نصيب الاسد؟ الفكرة الاولى، فلقيت ان هو التاتش من حيث تمثيله مرتين، الفاين تاتش في البوستيرو كولم، ونفس الكلمة ايه. وطبعا خد بالك ان الفاين البريشر ما هو يسموه ديب تاتش، يعني البريشر ده اساسا تاتش برضو، البريشر ديب تاتش يعني فاين ديب تاتش وكروت ديب تاتش، عشان تبقى فاهم انها تاتش. الفاين تاتش في الدورسال كولم والكروت تاتش في الفنترال كولم. دي اول حاجة استرعت انتباهي، يعني التاتش تم تمثيله مرتين. فتسألت اشمعنى التاتش؟ فاكتشفت ان احنا كناس بتوع فيسيولوجي لما نقول سبيشال سينسز بنقصد اربع حاجات، البصر والسمع والشم والتذوق. بينما بالفطرة، والفطرة اقوى عند الناس، لما يقولوا الحواس يقولوا الحواس الخمسة، ما يقولوش ابدا الحواس الاربعة الخاصة، يحطوا معاه التاتش. فدي استرعت انتباهي، التاتش مصر مرتين والناس بتركز في التاتش. بعدين قعدت افكر اكتر، وانا لو فقدت نعمة البصر، مين في الناس اللي فقدوا نعمة البصر ممكن يستعودوها في انه يقروا ويتعلموا؟ طريقه اللي هي البريل، اللي هي بالتاتش، يقعد يبص على الكلمات البارزه، يقرا بالتاتش، يعني يتلقى المعلومات، يقرا كتاب بالتاتش، يعني التاتش ممكن يعوضنا عن البصر. وكان في معجزه امريكيه هنا اسمها هيلين كيلر، ولدت صماء بكماء، عباره قصتها جوجلت هيلين كيلر. تخيل شخص يعني اتولد اعمى واصم، يبقى فرصته ايه في الحياه في التواصل؟ كان عندها مربيه رائعه فقررت تعلمها كل حاجه. طب ازاي؟ بالتاتش، يعني التاتش عوضها على الاثنين، لدرجه انها كتبت حاجه استغربت لها، انها كانت بتاخدها حفلات اوبرا. طب هي الست دي مش سامعه؟ لا، بتقلعها الحذاء وتحط رجليها على ارضيه الاوبرا، الفايبريشن بتاع الميوزك بيبقى كوندكتد لكل الهول، فممكن تتابع انتظام الايقاع. تصور انا مره رحت اوبرا وعملت الحركه دي، حتى الناس استغربت قوي، بس قلت لازم اعمل. قلعت الحذاء وحطيتها على الارضيه الخشبيه، لاحظت ان انا الموسيقى بتتعاد تاني، حاسسها من خلال رجليا بالتاتش. فقلت يا خبر ابيض، يعني التاتش ده في الفكره الاولى الناس بالفطره ضموه ضمن الحواس، قالوا الحواس الخمسه وضمنها التاتش. استعادت هيلين كيلر وتلقت كل المعلومات في الحياه رغم فقدانها للبصر والسمع بالتاتش. فقلت لا بقى، اقعد افكر بقى. ربنا مثل التاتش في تو كولمز، فخرجت بالحقيقه الاولى وهي نصف صحيح. يبقى فقدان التاتش يجب معه ان انا اقطع كام كولم عشان ما يبقاش عندي تاتش. حضرتك جاوبت الاجابه اللي انا جاوبتها في اوليها، تو كولمز، بوستيرور اند انتيرور. بعدين فكرت ماليا فلقيت نفسي غلطان، لا ده انا عشان افقد التاتش في ليجن واحد هيجي الانسان، هو المرض يعني مش الانسان هيجي له 100 مرض، هو مرض واحد. ده انا لازم الليجن يفقدني 3 كولمز، يعني لازم بوستيرور ولا، يعني لو اتقطع ما ينفعش بوستيرور ولاترال بس، ما ينفعش انتيرور ولاترال بس، لازم يتاخدوا التلاته هيمي سكشن. يعني لازم عشان افقد التاتش اقطع التلاته لانه في ابعد 2 كولمز، هو مش في البوستيرور واللاترال او في الانتيرور واللاترال، ده في الانتيرور والبوستيرور وما بينهما اللاترال. يبقى عشان افقد التاتش لازم الليجن يشيل التلاته. دي الفكره الثانيه. يبقى الاول التاتش يمثل في 2 كولمز، يبقى فقدان التاتش يحتاج قطع
اول فكره جات لي نص صحيحه تو كولمز، وانا قلت لا ده هم ابعد تو كولم وبينهما اللاترال، لازم الليجن يشيل نص السبينال كورد يشيل التلاته كولمز. وبعدين فكرت ده حتى لو شال التلاته كولمز التاتش مش هيفقد. ليه؟ لانه الفاين تاتش بيكروس في المضله، يعني ما عملش كروسنج في السباينال كور، فبيفقد على نفس الناحيه، قلنا الابيكريتيك على الابسيلاترال، بينما الكروت تاتش الكروسنج بتاعه حصل في السباينال كور. يبقى لو قطعت التراكت في الكولم في السباينال كور هيفقد على الكونترالاترال سايد. طالب قال لي وضحها اكتر. ناخد مثال تمام، انا اتقطع عندي نص السباينال كور، فاتت الشظيه في الحرب شالت نص النخاع الشوكي اليمين، النص اليمين اتشال تمام، اليمين اتشال. ففي هذه الحاله ده يسموه هيمي سيكشن، الاول يسموه هيمي سيكشن سبان كورد، مهم جدا هناخده في الترم الثاني باذن الله، يسموه براون سيكوار سندروم، يعني حاجه بتحصل كتير ان الشظيه تاخد نص السبينال كورد بس والتاتا كلها، ما هو التاتا اتقطعوا بقى. تعالى شوف ايه اللي حصل. انا مقطوع عندي النص اليمين، لما بيتقطع اليمين الفاين بيفقد على نفس الناحيه، فيبقى الرجل اليمين انا المقطوع يمين هتفقد الفاين تاتش. طب بس الرجل الشمال اللي هي الكروت بيفقد على الكونترا اتر هتفقد الكروت، يبقى الرجل اليمين فقدت الفاين وفضل عندها الكروت، والشمال فقدت الكروت وفاضل عندها الفاين، يعني توزع الفقدان، مفيش رجل فقدت تاتش فقط كاملة، لأن الفاين بسبب انه بيكروس في المضلة، تابع معايا حتة حتة، بيكروس في المضلة، يعني ما عملش كروسنج في السبان كور، يبقى اما تقطع هيفقد على السيم سايد الابسيلاترال، لما تقطع يمين الفاين يفقد في الرجل اليمين ابسيلاترال، بينما الكرود لانه عمل كروسنج في السبان كورد، لما تقطع الكولم في السبان كورد هيفقد على الكونترالاترال، فلما تقطع يمين تفقد شمال كروت تاتش، يبقى اليمين رجل اليمين فقد الفاين ورجل الشمال فقد الكرود، اللي فقد الفاين ما زال عندها الكرود واللي فقد الكرود ما زال عندها الفاين، توزع الفقدان. فالاحساس الوحيد اللي ما زال عندك منه برغم ان التلاتة كلها متقطعت هو التاتش. وما ادراك ما التاتش، هقولهم تاني في عجالة وكده بقى خلصت. لاحظت ان العامة بيقولوا الحواس الخمسة يضمنوا معها التاتش، ففكرت فبصيت في الرسمة اللي قصادك، فلاحظت الحقيقة الاولى ان التاتش هو الوحيد اللي ممثل في تو كولمز. فاول حاجه جت نمره واحد ان لازم اقطع تو كولم عشان افقده، ممثل في ابعد تو كولمز بوستيرو وانتيرو، مش بوستيرو لاترال ولا انتيرو لاترال، يبقى لازم اقطع التاتا كولمز عشان اخد البوستيرو لاترال، بوستيرو لاترال وانتيرو، بوستيرو لاترال انتيرو لاترال بوستيرو عشان افقد التاتش. الحقيقه الثالثه ان بسبب الكروسنج ان الفاين بيكروس في المظله فوق، ما عملش كروسنج في سباينال كورد، يبقى تملي لما يحصل قطع في السباينال كورد هيفقد على نفس الناحيه، لو قطعت يمين هيفقد الفاين يمين في الرجل اليمين، انما الكرود بيكروس في السباينال كورد، يبقى ما تقطع في السباينال كورد هيفقد على الكونترالاترال على الناحيه الثانيه، فاما تقطع اليمين يفقد في الشمال. فلو انا هذا الشخص عندي ليجن هنا في السباينال كورد اليمين، الفاين هيكروس في المضله، يعني ما عملش كروسنج في السبان كورد، لما تقطع اليمين يبقى الرجل اليمين تفقد الفاين تاتش. طب بس الكرود بيعمل كروسنج في السباينال كورد، فاما تقطع اليمين يفقد على الاوبوزيت سايد، يبقى الكرود هيفقد في رجل الشمال والفاين هيفقد في رجل اليمين، لان الفاين بيفقد على نفس الناحيه، قطع يمين يفقد في نفس الناحيه في اليمين الفاين، انما الكرود يفقد في الشمال في الكونتراتر، يبقى رجل اللي فقد الفاين ما زال عندها كرود، واللي فقد الكرود ما زال عندها الفاين،
يبقى برغم انك قاطع الثري كولمز التاتش الوحيد اللي هو ويفد سيفد هو التاتش. وما ادراك ما التاتش؟ ففهمت ساعتها ليه ربنا عمل كروسينج. كان هذا الديزاين كله لصالح حاسة التاتش اللي أضمنها الناس إنها من الحواس الخمسة تقوم مقام البصر ومقام السمع. وحطهم ربنا في تو ديزاين، الفاين حاجة والكروت تاتش حاجة، في تو كولمز. طب الحقيقة الثانية أبعد تو كولمز لازم تقطعهم التلاتة عشان تاخدهم، والفاين هيكروس في المدلة، يبقى ما تقطع ما عملش كروسي في سبان كورد يبقى تقطع يمين يفقد في الناحية اليمين. اما الكروت بيعمل كروسنج في السباين كورد، فما تقطع اليمين يفقد على الاوبوزيت سايد الشمال، دي فاقده الفاين وعندها الكروت، ودي فاقده الكروت وعندها الفاين، فتوزع الفقدان. This is why crossing لصالح التاتش. الا يدلك هذا على شيء واحد، انه وراء الخلق قوه عاقله كامله نسميها الله. ده الاناتومي كما ينبغي ان يفهم. ده لماذا كروسينج؟ محدش هيسالك فيها من الزملاء لانها مش موجوده في ولا كتاب. افتح مش موجوده. وكثير من الزملاء سالني من فضلك قولها لي، وزي ما انت شايف انها حقيقه قائمه على حاجه واحده بس، انه ربنا خلى كروسينج الفاين كروس فوق ما يعملش كروسينج في السبان كورد. دي مهمه بقى، دي في الامتحان ملهاش دعوه بالتامل. الفاين بيكروس في المضله يبقى ما عملش كروسينج في السبان كورد. يبقى اما تقطع الكولم بتاع الفاين دورسال كولم يفقد الفاين في الابسيلاترال، الابيكريتيك يفقد اللي هو الفاين في الابسيلاترال، انما الكروت بيكروس في السباينال كورد ويطلع، بيكروس في السباينال كورد ويطلع. اما تقطع السباينال كورد الكروت يفقد السي مع السي على الكونتراترال سايد. فانت في واحد من اشهر الليجنز اللي هو الهيمي سكشن اللي هو الهيمي كوار، لما تاخد الثلاثه كولمز يعني قطعتهم الثلاثه المفروض التاتش يفقد. لا ما بيفقدش، لانه لو قطعه مع الناحيه اليمين الفاين على نفس الناحيه في اليمين، يبقى رجل اليمين فقدت الفاين، والرجل الكرود في الكونتراتر فقدت في رجل الشمال الكرود، يبقى اليمين فقد الفاين وعندها الكرود، والشمال فقد الكرود وعندها الفاين. توزع الفقدان بسبب الكروسنج. فالوحيد اللي ويفد اللي سيفد هو التاتش. وما ادراك ما التاتش؟ يقوم بنعمة البصر لو فقدت يحل محلها، مش ضروري إحلال كامل إنما بيحل، والسمع كما في حالة هيلين كيلر. ده الباثويز، ده الأناتومي بطريقة تدل على شيء واحد، أنه وراء الخلق خالق. أشكركم على وقتكم، وأتمنى أكون أفدتكم، ولم يبقى إلا الدعاء بالتوفيق. وفقكم الله.